مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناتكم، قناه الاهلي والاهلي في كل مكان. احداث كتير قوي بتحصل داخل النادي الاهلي، الكل شغال على قدم وساق، ولما بقول كده كل يوم او كل لقاء مع حضراتكم عشان اكد لكم على اهميتكم بالنسبه لمجلس اداره نادي الاهلي والاهلي جميعا، الاهلي جميعا في خدمه كل اعضائه وكل جماهيره. عشان كده دايما بفكركم ان الناس شغاله على طول في كل مكان، واحداث كتير جدا بيشهدها النادي الاهلي في الجزيره وفي الشيخ زايد وفي مدينه نصر، لكن كله بيكون هدفه في الاخر النجاح وارضاء كل اعضاء الجمعيه العموميه وكل جماهير النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم احداث كتير جدا في بطوله سباحه شغاله، كان في امبارح اجتماع او تقرير لاعضاء الجهاز الفني للنادي الاهلي ومؤتمر صحفي كان ناجح جدا لكالتيرون، وكمان كان في زي ما قلت لكم بطوله سباحه شغاله في مدينه نصر. احداث كتير جدا بيشهدها النادي الاهلي، كل شغال في مكانه وكله هدفه النجاح وارضاء الجماهير الاهلاويه في الاول وفي الاخر. اهم احداث النهارده اللي حابب اتكلم فيها هي زياره مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الاسطوره الكابتن محمود الخطيب لسياده الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. كانت زياره ليها اهداف كتير جدا، كان اول اهدافها طبعا التهنئه من قبل مجلس اداره النادي الاهلي لسياده الوزير اشرف صبحي بمناسبه توليه مقاليد امور الرياضه المصريه، والدعم او التاكيد على الدعم الكامل من جانب اداره النادي الاهلي للوزاره في كل ما يخدم المصلحه العامه. ده كان اول اهداف الزياره اللي قدام حضراتكم. لو التقرير جاهز يا جماعه نطلع بالتقرير للساده المشاهدين ونرجع نتكلم في تفاصيل هذه الزياره. احنا اتكلمنا بصفه عامه، هم جايين يرحبوا او يباركوا لي ردا على الزياره يعني، واتكلمنا في النقاش بصفه عامه. زياره احنا تشرفنا بيها اكيد لسياده الوزير، هو طبعا سبق هو وشرفنا في النادي الاهلي، وكانت برضو زياره وكانت جلسه موفقه، والنهارده برضو كانت جلسه طيبه جدا معاه بحضور كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. تطرقنا للكلام كتير يعني، يمكن فيما يخص مش بس النادي الاهلي بشكل خاص يعني، فيما يخص حتى الرياضه المصريه بشكل عام كدور النادي الاهلي الريادي ك يعني اكبر انديه المصريه يعني والافريقيه. وكلامنا يمكن كان ابرز المواضيع يمكن عوده الجماهير يعني، سياده الوزير مهتم بيها جدا واحنا دي على راس اولوياتنا يعني، فان شاء الله يكون فيها تعاون الفتره الجايه ان باذن الله الجماهير ترجع ان شاء الله يعني. اكيد الموضوع ده بيحتاج تنسيق من كذا جهه يعني، هو بيبقى يعني الاجتماع برضو زي ما احنا قلنا النهارده، الاجتماع هي جلسه طبعا، احنا تشرفنا بوجودنا مع وزاره الشباب والرياضه طبعا الصرح الكبير مع دكتور اشرف صبحي، شخصيه يعني محترمه ومثقفه جدا، بس احنا اتكلمنا بشكل عام على عوده الجماهير كافاده للرياضه المصريه وللكره المصريه، لكن طبعا حته المباراه تحديدا دي بتبقى محتاجه اجتماعات امنيه وبيبقى محتاج فيها تنسيق مع وزاره الداخليه ومع هيئه الاستاد المعنيه بالمباراه، ويعني ليها ظروف ثانيه يعني، بس ان شاء الله تكون الافضل يعني. احنا عندنا الاستعداد والفكر ان احنا نعمل حاجه ان شاء الله مختلفه عن الفترات اللي فاتت. اهلا بحضراتكم من جديد. كان الدكتور اشرف صبحي اكيد حضراتكم عارفين، لكن بقولها للتذكره، كان قام بزياره النادي الاهلي في اوائل توليه لمسؤوليته الكبيره جدا وزاره الشباب والرياضه، وكان وضع طبيعي جدا ان هو يزور النادي الاهلي بعرقته ومكانته الكبيره جدا في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي عموما. عشان كده رد مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الاسطوره محمود الخطيب هذه الزياره لمباركة الدكتور أشرف صبحي بمناسبة توليه هذا المنصب الكبير. أيضا كان ليها أهداف تانية هقول لحضراتكم أهم البنود اللي اتكلم فيها كابتن محمود الخطيب مع سيادة الوزير أشرف صبحي، كان أهمها عودة الجماهير. يا جماعة دايما بأكد على عودة الجماهير وأهميتها بالنسبة للنادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب تحديدا، لأن الجماهير زي ما قلت لحضراتكم بأكد على حضراتكم دايما الجماهير وجودها مهم جدا جدا جدا، حمى فعلا النادي، وبنسعى بكل الطرق وبكل الوسائل لإعادة الجماهير لمكانها الطبيعي وهو ملء استاد القاهرة أو أي استاد بيلعب فيه النادي الأهلي بصفة عامة. عشان كده كان أهم ملف طرحه الكابتن محمود الخطيب للوزير أشرف صبحي أو الدكتور أشرف صبحي النهارده كان عودة الجماهير.
يعني كان ملف مهم جدا زي ما بقول لحضراتكم. دايما كمان العميد محمد مرجان او الكابتن محمد مرجان دايما بيتكلم اهميه الجماهير وعايزين نرجع الجماهير، عشان كده بنقول يا رب الجماهير ترجع ويا رب الجماهير تبقى ملتزمه. والجماهير بصراحه ادت صوره ولا اروع من كده، وان كان القله مش هقول بوظوا الصوره، لكن القله تدخلت عشان تعكر الصفو العام بين الجماهير المصريه والمسؤولين، وللاسف للاسف هنقول نجحوا بنسبه قليله جدا، لكن ان شاء الله الجماهير ترجع تاني وما بقاش في اي تواجد لهذه القله بين الجماهير الاهلاويه تحديدا والجماهير المصريه بصفه عامه. دي قدام حضراتكم برضو لقطات من زياره مجلس الاداره الموقر للنادي الاهلي لسياده الوزير اشرف صبحي. كان كمان اتكلم الكابتن الخطيب في دعم البطل الاولمبي، دعم البطل الاولمبي او الابطال الاولمبيه في النادي الاهلي، دعمها من قبل الوزاره او من قبل سياده الوزير اشرف صبحي. قال ان ملف رعايه الابطال في اللعبات الاخرى خاصه الذين حققوا ارقاما قياسيه في دوره البحر المتوسط وفقدتهم السباح علي خلف الله. السباح علي خلف الله عامل ارقام ولا اروع هنقولها لحضراتكم بعد قليل. ودينا مشرف التي حققت الميداليه الذهبيه في تنس الطاوله، خاصه ان الاهلي يقوم برعايه هؤلاء الابطال رعايه كامله والعديد من زملائهم. كابتن محمود الخطيب اكد او عايز ياكد على دعم الوزاره بقياده الدكتور اشرف صبحي لهؤلاء النجوم، وفي نجوم كثيره طبيعي جدا كان يتكلم الكابتن محمود الخطيب في دعم هؤلاء الابطال من قبل الشباب والرياضه للاولمبيات القادمه ان شاء الله 2020 في طوكيو باذن الله. دي كانت النقطه الثانيه اللي اتكلم فيها الكابتن محمود الخطيب. اتكلم في نقاط كتير بصراحه لكن انا بقول لكم ابرزها. اتكلم كمان الكابتن محمود الخطيب في تعديلات قانون الرياضه، تعديلات قانون الرياضه ومنح صلاحيات اكبر للانديه لتحقق عوائد ماليه اكبر، وكذلك تفعيل دور الجمعيات العموميه في كافه المؤسسات والعمل على التخلص من كافه الثغرات التي ظهرت عند اجراء انتخابات الانديه بعد صدور قانون الرياضه. كله من اجل المصلحه العامه. كل النقاط اللي اتكلم فيها الاسطوره الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كانت هدفها المصلحه العامه قبل ما تكون مصلحه النادي الاهلي الشخصيه. كمان اتكلم في نقطة مهمة جدا اعتقد ان كلكم بتستنوا ان انا اتكلم في هذه النقطة. الكابتن محمود الخطيب طلب ان مباراة الاهلي وبطل بتسوانا القادمة ان شاء الله تاونشيب تكون على استاد القاهرة، مطلب جماهيري ملح جدا جدا. استاد القاهرة هو بيت النادي الاهلي او بيت فريق النادي الاهلي لكرة القدم تحديدا، عشان كده نفسنا ان المباراة ترجع تاني استاد القاهرة. كانت رجعت ومش عايز اقعد اذكر بقى باللي حصل واتكلمت عليه، لكن كابتن محمود الخطيب طلب من وزير الشباب والرياضة التحدث مع كافة الجهات المسؤولة على ضرورة الموافقة على إقامة مباراة الأهلي وتاونشيب بطل بتسوانا في بطولة أفريقيا يوم 17 يوليو الجاري باستاد القاهرة، خاصة أن الأهلي يحتاج لمساندة الجماهير زي ما قلت لحضراتكم لتصحيح الموقف في سباق المجموعة. كله برضو بيصب للصالح العام. الأهلي لما ياخد بطولة أفريقيا وروح اليابان هيقولوا مصر قبل النادي الأهلي، ولم يعد أمام الفريق سوى الفوز في المباراتين القادمتين لضمان الاستمرار في البطولة والتأهل للأدوار التالية. ده كان كلام الكابتن محمود الخطيب لسيادة الوزير دكتور أشرف صبحي، لا سيما أن جماهير الأهلي تلعب دورا كبيرا في مثل هذه المواقف. بنأكد على حضراتكم تاني ان احنا واكيد طبيعي جدا مش هننسى دور الجماهير المخلصة، جماهير النادي الاهلي والداعم الاول لنادي الاهلي في كل الالعاب بصراحة، خصوصا لعبة كرة القدم اللي هي بتحوز على شعبية كبيرة جدا في العالم كله قبل ما تكون في مصر. عشان كده الكابتن محمود الخطيب كان مهتم جدا جدا ان هو يطلب من سيادة الوزير على اقامة المباراة في استاد القاهرة للحضور الجماهيري والمؤازرة الجماهيرية اللي بيحتاجها النادي الاهلي بصراحة بقوة في المباراتين القادمتين، أولهما إن شاء الله يوم 17 تاونشيب بطل بتسوانا، إن شاء الله تكون مواجهة ناجحة يقدر يتغلب عليها كالدرون ورجالته وجمهور النادي الأهلي في هذه المواجهة للوصول للأدوار النهائية بإذن الله في البطولة الأفريقية. كمان أكد الكابتن الخطيب كمان أو من أهداف هذا اللقاء أكد المدير التنفيذي النادي الأهلي محمد مرجان على التعاون الذي وجده مجلس الإدارة من جانب الدكتور أشرف صبحي لكافة المطالب أو الاستجابة لكافة المطالب أو الوعود حتى بالاستجابة لكافة المطالب، والتي يراها سيادة الوزير هي في الصالح العام زي ما قلت لحضراتكم كلها مطالب فعلا للصالح العام. استاد القاهرة، تعديلات قانون الرياضة،
رعاية البطل الأولمبي كلها بتصب في الأول وفي الآخر في المصلحة العامة أو مصلحة الرياضة المصرية بشكل عام ومصلحة النادي الأهلي أكيد بشكل خاص. دي كانت أهم النقاط اللي اتكلم فيها كابتن محمود الخطيب واللي طرحها السيد العميد محمد مرجان لحضراتكم، وأنا بقولها لحضراتكم لكن نقاط كتيرة جدا، وأكيد كان اجتماع مثمر في الأول وفي الآخر، ولازم يكون في تعاون طبعا أكيد من النادي الأهلي لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وأكيد كمان هنلاقي نفس التعاون من الدكتور أشرف صبحي الدكتور المثقف على حد قول مجلس إدارة النادي الأهلي، والدؤوب جدا في شغله بإذن الله. كل النجاح لهذا الرجل في منصبه الجديد، وكل الدعم من النادي الأهلي لهذا الرجل ووزارة الشباب والرياضة. كالعادة النادي الأهلي دائما داعم وداعم بقوة لكل الرياضة المصرية في كل المجالات وفي كل الأماكن وفي أي وقت. ده كان أهم النقاط اللي قلتها لحضراتكم في لقاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ولقائه مع سيادة الوزير أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. كل التوفيق للدكتور أشرف صبحي فيما هو قادم بإذن الله. تاني نقطة حابب أتكلم مع حضراتكم وسفر الفريق الأول للنادي الأهلي لكرواتيا لمعسكره الناجح بإذن الله. زي ما قلت لحضراتكم امبارح شفنا في المؤتمر كالتيرون بيتكلم بمنتهى الثقة بمنتهى الشفافية بمنتهى الوضوح، اتكلم عن النقاط اللي هيتعامل بيها إن شاء الله مع في الفترة الجاية مع الإعلام تحديدا، واتكلم على الاستراتيجية العامة للنادي الأهلي في الفترة القادمة، واتكلم على أهمية اللقاءات الأفريقية في الفترة القادمة، واتكلم كمان أنا بفكركم وبتكلم كمان عن إن الأهلي هدفه واحد وصريح ولا هدف غيره وهو حصد البطولات. مفيش عندنا خيارات تانية زي ما دايما بنتكلم ودايما الجمهور بيقول ما عندناش أي خيارات، وده واقع النادي الأهلي، وده يعني كل حلم الجماهير الأهلوية وكل هدفها أن الأهلي ملوش بديل أو ملوش اختيارات غير البطولة والبطولة فقط لا غير. عشان كده كالتيرون أكد على أهمية الفترة القادمة وخطورتها كمان، ولازم كله يبقى ملتزم. وأكيد حضراتكم عرفتوا العقوبة اللي وقعها على أحد اللاعبي الفريق النادي الأهلي لعدم التزامه الفني اللاعب أحمد حمدي، وهنتكلم برضو عليه بعد قليل. النادي الأهلي النهاردة سافر الساعة 2 ظهرا إلى كرواتيا لإقامة معسكره الناجح. إن شاء الله يكون معسكر ناجح، هيتخلى المعسكر إن شاء الله مباراتين مع بطل كرواتيا وأيضا مع رابع الدوري الروسي. أعتقد إن شاء الله زي ما قال محمد يوسف وأكد محمد يوسف على أهمية الفترة القادمة برضو في مؤتمر الأمس، وأكد كمان وقال إن الأهلي هيبقى ويظل وكان فوق الجميع ولا أحد فوق النادي الأهلي أيا كان هو مين. كلام كان واضح جدا وكلام صريح جدا وكلام بيحمل بين طياته، يعني للي عايز يعرف بيحمل بين طياته معاني وكلام كبير قوي قوي، لكن دايما النادي الأهلي مترفع عن ان هو يتكلم غير كلام ملموس وواضح، وكلام بيحمل بين طياته معاني كبيرة جدا للي عايز يفهم الكلام. فأكد على أهمية ان النادي الأهلي فوق الجميع، والنادي الأهلي فعلا فوق الجميع، وحتى قال كمان حتى فوق الجهاز الفني الحالي. ده كان كلام محمد يوسف. ان شاء الله يا كابتن يوسف يبقى معسكر ناجح وتطلع منه باهدافكم كلها في الفتره اللي جايه. لو في معانا تقرير، طيب يلا نطلع نشوف هذا التقرير ونطلع نعلق عليه بعد قليل. اتفضلوا. عشان طول ما في اختبارات يبقى في انتظار، لكن كل يوم بيعدي بيظهر مواهب. مش عايز اقول ان في قلت شوية، هي ما قلتش، لكن هي طبعا بعد المسافات والسفر والكلام ده كله برضو المعيشة، يعني فيها ظروف كتير ممكن تخلي ناشئ او لعيب كويس ما يجيلكش. بعد المسافة، المعيشة ما بتغلى، مكانه بعيد مش قادر يجي، لكن في مواهب، في مواهب موجودة. أنا شايف إن النهاردة برضو لا الحمد لله في ناس، لكن ما أقدرش أقول إن هو ده اللي هيبقى موجود، لأن طبعا دي تصفية أولى وأنت بتفكر في تصفية تانية وتالتة، وبعدين يخش مع الفرقة بتبدأ تشوفه مع الفرقة،
لكن في وربنا يسهل ان شاء الله ونشوف الاحسن. واحنا كل الناس يعني اللي شغاله في القطاع وشغاله ديك شايف المدربين من الساعه 7 الصبح قاعدين وبيختاروا بمركزين وبينقوا عشان نعمل حاجه جديده للنادي الاهلي وان شاء الله نبص لقدام ونطلع نشئ كويس للفريق الاول. السنه دي انا شايف مواهب عن السنتين اللي فاتوا، احنا لحد دلوقتي مضين 3 وان كان المواهب بتظهر اكتر في السن الصغير. السن الصغير طبعا حضرتك عارف بيبقى لسه في وقت انه يتعلم، لكن احنا لحد دلوقتي مضينا 3 انهم يدخلوا معانا الفرق على طول ان شاء الله. لكن انا مستبشر خير السنه دي ان شاء الله. بنبص لحته الفكر بالنسبه للولد، الذكاء في الملعب، يمكن السن الصغير ده لسه بقى ما فيش نمو ما اكتملش نمو، لكن بنبتدي نشوف هو بيفكر ازاي في الملعب، بيتحرك ازاي، بيستلم ازاي، بيعمل دريبل ازاي بالكوره، هي دي المقاييس بالنسبه لنا في السن الصغير ده. الحمد لله الاختبارات السنه دي منظمه جدا زي كل سنه، واحنا بنبقى موجودين من الساعه 6 الصبح عشان ننظم كل حاجه قبل الاولاد ما يجوا، ونبتدي من الساعه 7:30 ندخل الاولاد كل سن لوحده، وكل كل ملعب بيبقى شغال مع المدربين والاداريين، والحمد لله منظمه وماشيه كويس. والله هو كل مدى والاختبارات في الاعداد بتبقى اصعب، وفي الاعداد بتزيد عن الموسم اللي فات وعن اللي قبله. يعني الموسم دوت في اليوم بيجي لنا في حدود 2500 ولد ما بيبقوا حارس مرمى في اليوم. الحمد لله يعني الناس كلها طبعا نفسها ان اولادها يلعبوا كوره بعد ما شافوا محمد صلاح وبعد ما شافوا اللعيبه في كاس العالم، فكل ولي امر بيتمنى انه ابنه يعني يبقى لعيب كوره. يعني احنا طبعا بنيجي بنختار الناشئين اللي هم جايين جداد طبعا يختبروا، بنشوف طبعا العامل البدني والعامل المهاري، وفي نفس الوقت طبعا بنقيس كل مقياس ليه تدريبات خاصه بنعملها. بدايه ان احنا مثلا بنشوف التكف بتاعهم بيبقى عامل ازاي، والرشاقه والمرونه بتاعتهم، والترايات كان تراي عالي او تراي ارضي، وفي نفس الوقت بنشوف طبعا اهم شيء فيهم العامل اللي هو البدني. اللاعب المميز بناخده وبعدين بنبتدي نمضيه على الاستمارات على اساس ان احنا نضمن ان هو يبقى معانا ما يروحش اي نادي تاني، لان في بعض اللعيبه بتيجي كذا نادي فبيتقيد في كذا نادي، ودي طبعا بتبقى مشكله بالنسبه له. فاحنا بناخده بنخليه يمضي على الاستمارات، وبعد كده لما بينجح في المرحله الثانيه بنبتدي نقيده. يعني اهلا بحضراتكم من جديد. يعني حبيت اعرض لحضراتكم هذا التقرير عن قطاع الناشئين قبل ما ارجع تاني لاخبار النادي الاهلي عشان تعرفوا اهميه قطاع الناشئين بالنادي الاهلي واهميه العمل في قطاع الناشئين، وشايفين قد ايه الاقبال الكبير جدا في اختبارات قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. زي ما بقول لحضراتكم وقلنا قبل كده ان كل مصر نفسها تروح النادي الاهلي، عشان كده قدمنا التقرير ده في اولوياتنا النهارده كمان علشان نشوف الكميات الهائله اللي راحت النادي الاهلي في الايام القليله الماضيه للقبول في النادي الاهلي. اي حد دلوقتي في مصر نفسه ابنه يلعب في النادي الاهلي، لكن مقاييس ومعايير بيحطها مدربي وقطاعات النادي الاهلي كابتن فتحي مبروك مع الجهاز بتاعه، معايير ومقاييس لقبول اللاعبين في قطاعات الناشئين المختلفه او في المراحل السنيه المختلفه. برضو موضوع شائك جدا، موضوع كبير جدا، موضوع قطاع الناشئين في النادي الاهلي واهميته والاقبال الكبير عليه، وازاي نطلع على الاقل حتى 100 لعيب حتى من الملايين اللي بيجوا لنا اكيد هينفعونا بعد كده في الفريق الاول او في مراحل الناشئين المتقدمه وكمان في منتخبات مصر كلها. عشان كده بنقول او بنولي قطاع الناشئين اهميه كبيره مع الكابتن فتحي مبروك ان شاء الله كل النجاحات لهذا القطاع، ان شاء الله كل الامنيات بالنجاح باذن الله في الفتره المقبله. اهم حاجه الفتره دي يا جماعه ازاي ننتقي لاعبين مميزين من مصر كلها. مصر كلها بتروح النادي الاهلي من صعيدها لغربها وشرقها، كل حاجه بصراحه، كل البلدان بيروح النادي الاهلي علشان يقولوا شوفوا ولادنا وشوفوهم عشان خاطرنا وشوفوهم كويس. ان شاء الله ننتقي 100 لعيب حلوين قوي ان شاء الله كده في مختلف الأعمار السنية، وإن شاء الله ننقي أكتر بكتير كمان كبير جدا.
وتعب. صحيح هنتعب بتكلم مدربين النادي الاهلي، لكن ان شاء الله تكون نتيجه التعب خير وفايده للنادي الاهلي كله. ايضا مجلس الاداره بيولي اهتمامه لقطاع الناشئين ودايما متابع اللي بيحصل في قطاع الناشئين، وكمان الاكاديميات شغاله كمان اعداد مش عايز اقول لكم عامله ازاي مع خالد بيبو. ان شاء الله ربنا كمان يكرمه في منصبه الجديد ويكون الـ 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 المسؤوليه ان شاء الله يكون قدها ويوصل للاهداف المحدده باذن الله. دي الاختبارات قدام حضراتكم، بقول لكم اعداد شوفوا ده كمان يعني الناس اللي قدروا يدخلوا اعداد مهوله، بيبقى عبء وتعب على المدربين، لكن نستحمل شويه ان شاء الله نطلع بنتائج كويسة ونطلع بالأهداف المرجوة. معايير وأسس حاططها كابتن فتحي مبروك وجهازه، بأكد عليكم تاني لاختيار الناشئ في مختلف الأعمار السنية. أنا قدام حضراتكم الصورة هي يعني شايفين لتحت التند ناس كتيرة جدا 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 غير الناس اللي مستنية بره. مش عايز أقول لكم أعداد قد إيه في فرع مدينة نصر، وبيشهد كمان هذا الفرع كمان بطولة السباحة اللي شغالة اليوم 17 أعتقد، يعني ببين لكم الجهد وده يعني لازم نقوله بصراحة. طيب نرجع لأخبار النادي الأهلي. مرة شفته اختبارات قطاعات الناشئين بالنادي الأهلي، زي ما بقول لحضراتكم يعني أخبار كتيرة جدا. أولها خالد مرتجي ممثل للأهلي في اجتماع اتحاد الكرة، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الصورة محمود الخطيب قام بتكليف المهندس خالد مرتجي عضو المجلس لحضور اجتماع رؤساء الأندية الجماهيرية مع مجلس إدارة اتحاد الكرة حاليا بمقر الاتحاد بالجبلية. يأتي الاجتماع لمناقشة التصورات المقترحة للدوري الممتاز هذا الموسم. أكيد حضراتكم عارفين يعني بيقترحوا اقتراحات مجلس الاتحاد، لكن ان شاء الله تكون في مصلحة الكرة المصرية. وفي مقدمتها ملف عودة الجماهير، اهتمام بالغ من النادي الاهلي لعودة الجماهير. واكيد طبعا اكبر متضررين من عدم وجود الجماهير الاندية الشعبية، خصوصا طبعا النادي الاهلي صاحب الشعبية العريضة والكبيرة مش في مصر ولا في افريقيا ولا في الوطن العربي، يعني في العالم كله بصراحة. يأتي الاجتماع زي ما قلت لحضراتكم استعراض رؤية الأندية لشكل المسابقة في ظل الارتباطات العديدة سواء للمنتخب الوطني أو الأندية المشاركة في بطولات أفريقيا. إن شاء الله يكون خير ممثل السيد خالد مرتجي. طيب معايا حسام فرج من اتحاد الكورة، نشوف الاجتماع وآخر التطورات. حسام أهلا بيك. تحياتي لك يا كابتن عبد الحميد حسن وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. بالفعل انا من امام دلوقتي مقر اتحاد الكره المصري. انتهى الاجتماع الخاص برؤساء الانديه والمدربين. فعلا حضر من النادي الاهلي زي ما انت تفضلت قلت الاستاذ خالد مرتجي عضو مجلس الاداره. يمكن لسه القرارات الرسميه هتطلع الساعه 8، لكن احنا قدرنا نعرف من الكواليس كده ايه اللي حصل بالداخل. يمكن الاجتماع اتقسم لشقين، الانديه المشاركه في البطوله الافريقيه كان لهم اجتماع خاص لوحدهم، اما الانديه الخاصه بطولة الدوري بعد كده كان لهم اجتماع خاص لوحدهم. قدرنا نعرف ان هم كلهم اتفقوا ان الدوري السنه القادمه باذن الله هيبدا في الاسبوع الاول من 8 وغالبا يوم 1/8 ان شاء الله. وهم هيطلعوا بكره ان شاء الله هتتعمل عمليه القرعه، حاجه عامل حسين زي ما اكد لنا، وهينزلوا الجدول الشهر الاولاني بس اللي هو شهر اغسطس. تمام. فقط. هيبقى في حوالي 5 مباريات. كمان هم اتفقوا ان الدوري هيبقى الموسم الجاي هو بطولة واحدة، يعني في ناس هم رفضوا كلهم عملية المجموعتين. أكيد هو أكيد. واحدة زي هم كانوا ماشيين. تمام. أما بالنسبة للقائمة فالفرق الأفريقية المشاركة قالوا إن القائمة هتبقى 28 لاعب بالإضافة إلى إنها ممكن تزيد لخمسة كمان. كم؟ تاني يا أستاذ حسام بعد إذنك. 28 لاعب. بالإضافة إلى خمسة كمان يضافوا في الزيادة. تبقى اللاعبين الأفارقة زي ما هم أربعة ثلاثة يشاركوا في المباريات. ثلاثة يشاركوا في المباراة. موضوع اللاعبين 28 او 25 هو ده اللي هيبقى محل دراسة من بكرة مع أندية. ان في أندية رافضة ان الفكرة تبقى 28 وخمسة زيادة، وفي أندية هتبقى 25 هي. لكن الأكيد اللي هم خرجوا بيه الفرق الأفريقية بالذات قالوا ده هيضرنا، فاحنا متفقين كلنا على 28 زائد خمسة. مين اللي هيضرهم؟ بالنسبة للأندية الغير مشاركة في البطولات الأفريقية كانوا متفقين على 25 لاعب بس. أما بالنسبة للقيمة التسويقية بالنسبة للاعبين واللي بيحصل دلوقتي هم ما ناقشوش الأمر ده خالص. أيضا بالنسبة لعودة الجماهير برضه هم ما ناقشوهاش خالص.
كل المناقشات النهارده كانت خاصه بالدوري المصري والقوائم فقط. ما ناقشوش ملف عوده الجماهير يا استاذ حسام؟ نهائيا نهائيا، ولا تطرقوا الى القمه التسويقيه للاعبين اللي جابوا طبعا بالفترة الأخيرة، لكن ما حصلش ده خالص. عند حضرتك سبب ليه ما ناقشوش، ولا ما كانش الوقت مثلا؟ لا الوقت فعلا ما اسعفهمش، لأن النهاردة كانت جوه جدال لدرجة إن هم حتى الآن خرجوا كلهم، لما اللي كان يخرج كنا نكلمه تلاقي في تضارب في التصريحات بينهم. ناس مؤيدة لل 28 زائد 5، في ناس تقول لك لا 25 بس، ما اتفقوش. لكن كل ده هم ما كانش بينهم اتفاق، لكن كان الاتفاق الرئيسي إن هم خلاص الأسبوع الأولاني من أول أغسطس هينزلوا جدول، حاج عامر هينزل جدول الشهر ده بس. والبطوله موسم واحد فقط زي ما هي كانت بتمشي عادي مفيش مشكله، لكن رفضوا فكره المجموعتين نهائيا. هل في اجتماع ثاني يا استاذ حسام، ولا ده الاجتماع الوحيد؟ ده خلاص كده، يمكن ان شاء الله احنا مستنيين ساعه باذن الله وهيطلع فيها بيانات من جانب الاتحاد، بس مش هتبقى الاثر بين احنا قلناه، لكن اكيد هم هيبعتوا لكل الانديه الاقتراحات الخاصه بقوائم الفرق. اكيد اكيد. استاذ فرج شكرا جدا لحضرتك، مراسل قناه النادي الاهلي من داخل اتحاد الكره، شكرا جدا استاذ حسام فرج. يعني اصفر عن مفيش خلاص مجموعتين والكلام ده خالص، يعني ما اعتقد ان هو مش في مصلحه الكره المصريه عموما. هينزل جدول بشهر واحد بس ماشي، لغايه لما نشوف الدنيا هتمشي ازاي. 28 لاعب وفي ناس رافضه 28 لاعب، مش عارف رافضين ليه. يعني لما نيجي نبص يا جماعه، مش عشان انا قاعد في قناه النادي الاهلي وبتكلم باسم النادي الاهلي، لما نيجي نبص عموما لازم نبص للمصلحه العامه قبل مصلحه النادي. المصلحه العامه اللي هي مصلحه مصر. طب مصلحه مصر بتقتضي ايه؟ ان في انديه ممثله لمصر في افريقيا وبتلعب في كذا بطوله، ممكن بطوله عربيه، بطوله افريقيه، بتلعب مش عارف كونفدراليه، يعني بيبقى محتاج لعيب او لاعبين كتير. فانا هبص لمصلحتي، انا عايز 25 لعيب بس، ثلاث لعيبه يعني مش هيفرقوا كتير عموما، لكن انا بتكلم في المصلحه. لما اجي ابص للمصلحه العامه مش مصلحتي انا الشخصيه، انا بتكلم في لاعب او نادي عنده لاعبين بيدخل بيهم مسابقات محليه وافريقيه وممكن كمان دوليه زي النادي الاهلي لو راح مثلا كاس العالم اليابان ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. فانا بتكلم ان ببص للمصلحه العامه، النادي الاهلي بيمثل مصر مش بيمثل النادي الاهلي بس بنفسه. فيعني 28 لعيب مش عارف ايه اللي هيفرق، مش عارف بصراحه. لكن عموما ان شاء الله توصل للحل الامثل للكره المصريه قبل ما يكون لمصلحه النادي بعينه. اتكلم كمان عن اربع افارقه، ثلاث افارقه هيشاركوا زي المعتاد، ثلاث افارقه في الملعب وممكن اربع افارقه اللي هو يتأيدوا في النادي. اتكلم ان في جدل خلاص، احنا قلنا بين 28 و25 لعيب ماشي، لكن ان شاء الله كل التوفيق ل الكرة المصرية. مش عارف ليه ما اتكلمناش في ملف عودة الجماهير، ملف شائك جدا، ان شاء الله يعني نحسمه في القريب العاجل. نرجع تاني لاخبارنا، اخبار النادي الاهلي والسيد او الاستاذ سمير عدلي المدير الفني للفريق الاول، كابتن سمير عدلي اسف، المدير الاداري للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي او دينامو النادي الاهلي. بصراحة كابتن سمير عدلي بيقوم بكل حاجة بصراحة، ما شاء الله عليه. يعني كان سافر ما حضرش المؤتمر الصحفي امبارح، وكله قال ان احنا كان نفسنا المهندس الكابتن سمير عدلي يحضر هذا المؤتمر، لكن هو دايما بيسافر بيحضر كل حاجة وبينهي كل حاجة علشان النادي الاهلي يروح يبقى كل حاجة سهلة جدا، اقامة وبعثة وسفر كل حاجة بصراحة بيعملها هذا الرجل من يوم موعينا على الكابتن سمير عدلي. بصراحة هو دينامو في كل مكان. كان في استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فور وصولها إلى كرواتيا مساء اليوم لبدء معسكر الإعداد الأوروبي للموسم الجديد، ومن المنتظر أن يتواجد عدلي برفقة مدير الشركة المنظمة للمعسكر في مطار كرواتيا لإنهاء كافة إجراءات الوصول. كابتن سمير عدلي غادر القاهرة زي ما قلت لحضراتكم قبل بعثة الفريق لترتيب كافة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمعسكر من حيث الإقامة والتنقلات وملاعب التدريبات. ده كان خبر البعثة مع الكابتن سمير عدلي أو الدينامو سمير عدلي. أيضا في نفس السياق أخبار النادي الأهلي، مروان وبكماني يلحقان ببعثة الأهلي في كرواتيا. يلحق مروان محسن والجنوب أفريقي بكماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببعثة الفريق بكرواتيا فور انتهاء إجراءات حصولهما على التأشيرة الخاصة للسفر. يلحق أيضا شريف إكرامي ومحمد الشناوي وسعد سمير وأيمن أشرف وأحمد فتحي لاعبو الأهلي الدوليين بالبعثة يوم 5 يوليو الجاري. أكيد حضراتكم متابعين كانوا خدوا أجازة اللعيبة الدولية، إن شاء الله يلحقوا ببعثة الفريق أو معسكر الفريق. معسكر إن شاء الله يأتي بثماره في مباراة تاونشيب بطل بتسوان.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقرر فيه أن يصل عمرو محب المترجم الخاص بالفرنسي كالتيرون المدير الفني إلى كرواتيا خلال الساعات القادمة إن شاء الله. احنا قلنا المعسكر هيبدأ ويستمر حتى 10 يوليو وهيلعبوا إن شاء الله مباراتين وديتين علشان كالتيرون يقف على التشكيلة النهائية اللي هتواجه بطل بتسوانا تاونشيب. المباراة الهامة جدا جدا جدا، مباراة هامة وبيستقبلها كل عشاء النادي الأهلي يعني على جمر زي ما بيقولوا، هيحكموا فيها على الشكل العام، هيشوفوا فيها كالتيرون في أول ظهور رسمي ليه، هيشوف فيها الفريق بعد اللي حصل في مباراتي الأفريقية السابقتين، يعني نشوف حاجات كتير في المباراة القادمة إن شاء الله تكون مباراة ناجحة إن شاء الله نقتنص الثلاث نقاط من هذه المباراة. كالتيرون يستبعد أحمد حمدي من معسكر كرواتيا، الخبر اللي قلت لحضراتكم باتريس كالتيرون مدير فني الأهلي استبعد أحمد حمدي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم من معسكر كرواتيا نظرا لعدم التزام اللاعب بتعليمات المدير الفني. يعني كلنا بندعم أحمد حمدي وبندعم كل اللعيبة، يعني مش وقته خالص أحمد بصراحة، مش وقته خالص، راجل لسه جديد وليه فكر جديد، حتى لو الكلام لسه لازم نتقبل كل حاجة ولازم نستوعب كل حاجة، وأكيد الراجل مش جاي يهزر. ويتوجه الأهلي اليوم إلى كرواتيا لإقامة معسكر خارجي زي ما قلنا لحضراتكم الخبر اللي قبل كده. يعني كله يبقى ملتزم، نفسنا كله يبقى في الصورة، يعني خسارة بصراحة، خسارة جدا إن أحمد حمدي يغادر هذا المعسكر. المعسكر المفروض إنه ناجح جدا، المفروض إنه هو بيقف على كل اللعيبة، فيعني ما كانش وقته خالص أحمد بصراحة، ما كانش وقته خالص. برضو في نفس السياق تقديم موعد انطلاق الدوري 48 ساعة قاله محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل اتخاذ قرار اليوم خلال اجتماع الجبلاء مع الأندية بتقديم موعد انطلاق الدوري 48 ساعة لينطلق يوم 1 أغسطس بدلا من 3 أغسطس. انطلاق الدوري 48 ساعة، تقديمه 48 ساعة، يعني ممكن تفرق اليوم بيفرق، لكن عندنا الاتحاد الأفريقي كان قال إن هو عايز يخلص من مسابقة في وقت معين، عشان كده ضغط اتحاد الكرة. برضو خلينا برضو في أخبار اتحاد الكرة، بيرحب بحضور اللجان الرقابية. كان إشاعات وأخويل طلعت صحيحة مش صحيحة، اتحاد الكرة قال أهلا وسهلا بحضور اللجان الرقابية عشان يشوفوا إيه اللي حصل الفترة الأخيرة، الفترة اللي سافر فيها منتخب مصر، الإشاعات الكتيرة اللي طالت من مجلس إدارة اتحاد الكرة، اللي رد عليها أنه هو أهلا وسهلا بحضور اللجان الرقابية. نشوف اللجان الرقابية تيجي تشوف إحنا عملنا إيه والمصروفات كانت إيه والتيكت كان إيه، كل الكلام اللي اتكلموا عليه أو الإشاعات اللي طلعت على اتحاد الكرة. أقول لكم الخبر، راح باتحاد مجلس اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بحضور أي لجان رقابية، كلام واضح على أعمال الاتحاد استجابة لدعوة رئيس الاتحاد في مؤتمره الصحفي والذي عقده فور عودة بعثة المنتخب الوطني من روسيا بعد انتهاء مشاركتها في كأس العالم، حيث طلب خلاله كافة الجهات الرقابية بمراجعة كل الاتهامات والشائعات على حد قول المهندس هاني أبو ريدة والذي ترددت في وسائل الإعلام وصفحات السوشيال ميديا. كما أرسل الاتحاد خطابا إلى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتوجيه لجنة متابعة أداء الإعلام الرياضي برئاسة الإعلامي فهمي عمر لمراجعة أداء الإعلام الرياضي خلال الفترة التي شارك فيها المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، كمان يشوف دور الإعلام الرياضي في هذه الفترة وما بعدها لبيان الحقائق المجردة من الشائعات التي ليس لها ظل على أرض الواقع. ده كلام المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم. ايضا اتحاد الكره يرفض الغاء كاس مصر بسبب الدوري، الكلام اللي اتكلمنا فيه من شويه، رفض مجلس اداره اتحاد الكره برئاسه المهندس هاني ابو ريده فكره الغاء مسابقه كاس مصر بالموسم الجديد بداعي ضيق الوقت لكثره البطولات في الموسم الجديد 2018-2019 بعد قرار الاتحاد الافريقي الكاف اللي قلت لحضراتكم منذ قليل بانتهاء المسابقات الخاصه بها قبل نهايه مايو تحديدا قبل كاس الامم الافريقيه والتي تنطلق يوم 7 يونيو
2019 بالكاميرون إن شاء الله، وهو ما وضع الجبلاوي في أزمة لصعوبة إنهاء المسابقة قبل نهاية مايو بسبب التوقفات الأربعة للمنتخب الأول استعدادا لأمم أفريقيا بخلاف بطولتي الدوري أفريقيا والكونفدرالية والسوبر المصري والسوبر المصري السعودي. ده كان كلام الاتحاد المصري يرفض إلغاء كأس مصر. المفروض يا جماعة بصراحة احنا داخلين في عالم احترافية وعندنا نضغط بقى المسابقة، نأجل المسابقة شوية نشوف الدنيا، لكن مفيش إلغاء لحاجة خالص. دي طبعا كل ده كلام من اتحاد الكرة بعدم إلغاء أي مسابقة، وإن شاء الله هم أدها، وإن شاء الله نشوف شكل جديد لاتحاد الكرة وأداء جديد بإذن الله في الأيام القليلة المقبلة. عايزين ملف الجمهور يا جماعة، ملف الجمهور، عودة الجماهير، عودة الجماهير ده أهم حاجة. يعني كان نفسي يقولولنا إن هم بيناقشوا عودة الجماهير، أو نفسي حسام فرج يقول لي إن هم ناقشوا عودة الجماهير، لكن للأسف للأسف زي ما بقول لحضراتكم وبفكركم دايما، الكابتن حتى محمود الخطيب النهاردة في اجتماعه مع سيادة الوزير أكد على عودة الجماهير، لكن هنشوف هنشوف. نروح للألعاب الأخرى أو ألعاب الأهلي في كل مكان. رقم قياسي لسباح الأهلي في بطولة القاهرة، معاذ محمد سيد سباح النادي الأهلي حقق إنجاز كبير في منافسات 11 سنة بطولة منطقة القاهرة للسباحة التي يستضيفها النادي الأهلي بمدينة نصر، واللي اتكلمنا أن الأهلي بيستقبل مناسبات عديدة في كل الفروع. سباح الأهلي نجح في الفوز بالمركز الأول في منافسات 200 متر صدر، محققا رقما قياسيا في البطولة بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 2:54. معاذ محمد، واكيد ده برضو من اللعيبه او الابطال اللي اتكلم عليهم الكابتن محمود الخطيب النهارده مع سياده الوزير في رعايه الابطال للاولمبيات القادمه ان شاء الله. يستضيف مجمع حمامات السباحه في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر منافسات البطوله، وتستمر فعالياتها حتى 15 يونيو يوليو الجاري. كمان ثلاث فضيات للاهلي في بطوله القاهره للسباحه، منافسات بطوله منطقه القاهره للسباحه والتي تقام في فرع النادي بمدينه نصر شهدت تألقا كبيرا من جانب لاعبي الأهلي، وذلك في ختام منافسات اليوم الأول في البطولة. كله بيشتغل وكله ما شاء الله، وكله حاسس قد إيه اسم النادي الأهلي كبير وقد إيه اسم النادي الأهلي لازم يكون لفوق، عشان كده بيحصدوا ما شاء الله ميداليات كتيرة جدا. جنة صفوت نجحت في الفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات 50 متر ظهر لفئة 11 سنة، وحققت بسنت جميل المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات 400 متر حرة لفئة 11 سنة أيضا، كما حقق الأهلي المركز الثاني وفضية سباق التتابع 4 في 100 متنوع مختلط فئة 11 سنة ما شاء الله. ويستضيف مجمع حمامات السباحة بفرع النادي الأهلي المنافسات التي تستمر حتى 15 يوليو الجاري. في نفس السياق قدام حضراتكم صور أرشيفية لهذه المسابقة، في نفس السياق الأهلي يستحوذ على المركز الأول أو المراكز الأولى في بطولة منطقة القاهرة للسباحة. عايزين نقول ما شاء الله عشان يعني ربنا يبارك في الولاد دول. شهدت بطولة منطقة القاهرة للسباحة والمقامة حاليا في فرع النادي بمدينة نصر تألقا كبيرا لسباحي وسباحات الأهلي في منافسات 11 سنة. نجحت جنة صفوت ما شاء الله اللي قلناها منذ قليل في الفوز بالمركز الأول، كانت فازت بالمركز الثاني لكن الفوز بالمركز الأول في منافسات 50 متر سباحة حرة، بينما حصلت حبيبة محمود على المركز الثاني في نفس المنافسات، وتوج معاذ محمد سيد بالمركز الأول في منافسات 100 متر صدر، فيما فازت جنى خالد بالمركز الأول في منافسات 200 متر صدر، وحصل أحمد ناجي على المركز الثالث في منافسات 100 متر ظهر أيضا، فيما فاز مازن عماد بالمركز الثالث في سباق 400 متر حرة أولاد، وفاز فريق 11 سنة بالمركز الأول في منافسات التتابع الحر مختلط 4 في 100 متر جماعي. حاجة ما شاء الله وحاجة جميلة جدا. معايا على التليفون الكابتن محمد علام مدير جهاز السباحة بالنادي الأهلي. كابتن محمد أهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك كابتن مجدي؟ ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا رب. كل سنة حضرتك طيب الأول، وألف مبروك على النجاحات الكبيرة اللي بيحققها أولادك في هذه المنافسات. الله يخليك. هو ده طبعا بمساعدة، مفيش نجاح بيجي لوحده، أكيد في جهود متضافة من كل المسؤولين في النادي الأهلي، بداية مجلس إدارة، مدير النشاط الرياضي،
فكل دول بيساعدونا ان احنا نقدر نحقق الهدف ان يبقى الاهلي باذن الله في المقدمه على طول. يعني ما شاء الله انا عمال اقول ارقام وعمال اقول ميداليات، ما شاء الله كله يا كابتن محمد حاسس باهميه النادي الاهلي وكله حاسس بالنادي الاهلي قد ايه كبير، عشان كده كله بيسعى على قدم وساق ان هو دايما يرفع اسم النادي الاهلي عالي. اكيد. يعني قول لي ابرز اللاعبات واللاعبين اللي عند حضرتك واللي بتتوقع لهم مستقبل كبير. هو انا بص اقول لحضرتك حاجه، طبعا انا سامعك وانت بتقول النتائج بتاعت اللعيبه هي كلها طبعا صحيحه. هو طبعا المميز قوي فيهم اللي هو معاذ حقق رقم قياسي في ال 200 بلد زي ما انت قلت 254. الرقم ده اساسا بقاله 20 سنه ما حدش قدر يقرب منه، كون ان معاذ يحققه ويحطم الرقم ده ما شاء الله دليل على ان الحمد لله احنا ماشيين في الاتجاه الصح، وربنا يكرم في اللي جاي باذن الله يكون افضل. يعني برضو يا كابتن معلش انا اطول حضرتك شويه، الكابتن محمود الخطيب النهارده كان بيتكلم على دعم هؤلاء الابطال من وزاره الشباب والرياضه لدعمهم في المستقبل ان شاء الله. هو بص هقول لحضرتك حاجه، احنا تملي طبعا في اعداد للبطل ان هو يوصل لبطل اولمبي، وفي حاجات كتير بيحتاجها. احنا عندنا سباحين زي علي خلف الله مثلا، اول سباح يكسر حاجز 2020 في تاريخ مصر وحطم الرقم، حاصل على الميداليه البرونزيه بطوله البحر الابيض. فدول واحمد اكرم طبعا سباح الذهب بتاع الناشئين في الاولمبيات اللي فاتت. فهو احنا عندنا عناصر الحمد لله مميزه، وعندنا اجيال بتتعاقب ورا بعض ما شاء الله. هم بيشوفوا الناس اللي هم مثل اعلى ليهم زي احمد اكرم وعلي خلف الله ومحمد تاني وحسن ياسر، يعني عندهم امثله كتير يبصوا لها. وزي البنات طبعا ليه قاسم اول بنت كانت تشارك في الاولمبياد كاول فتاه في الاولمبياد اللي فاتت، ليه شاركت في السباحات راحت فترات طويله. عندنا هاني امور شاركت في الاولمبياد اللي فاتت، يعني عندنا سباحين الحمد لله كنادي اهلي سباحين مميزين جدا، وعندنا الاولاد كلهم بيبصوا لهم على انهم هم دول المثل الاعلى اللي بيطلعوه باذن الله. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لحضرتك. يعني شايف السباحه المصريه فين من السباحه العالميه يا كابتن محمد؟ والله اقول لحضرتك حاجه، احنا في خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا احنا عندنا دلوقتي سباحين مميزين جدا، يعني كونك انت تحقق ميداليه في الاولمبياد فريد عثمان فريد عالم يعني انت دخلت خلاص انت بقيت لا تقل عن اي دوله. بس هي القصه ان انت لازم توفر مناخ كويس للاعبين والتدريب كويس، فهو كله مع بعضه طبعا. وفوق دول طبعا اولياء الامور هم اللي بيتعبوا بيبذلوا المجهود مع اولادهم عشان يوصلوا لنتائج كويسه. لكن احنا كمصر الحمد لله لا احنا متقدمين دلوقتي في رياضه السباحه، ونتائج الاتحاد البحر الابيض المتوسط دليل على ذلك. يعني اكيد اكيد يا كابتن محمد، يعني كل التوفيق ليك ولاولادك ان شاء الله تحققوا المزيد من البطولات ومن الارقام ومن الميداليات، وان شاء الله كل التوفيق لحضرتك فيما هو قادم. كابتن محمد علام مدير جهاز السباحه بنادي الاهلي، شكرا جدا لحضرتك. ده كان حديثنا مع الكابتن محمد علام، كان لازم يوضح لنا كمان ولازم يقول هو كمان ابطاله وبطولاته اللي محقق ارقام ولا اروع بصراحه وميداليات كبيره جدا، ان شاء الله نشوفهم ابطال عالميين. عايز يعني قبل ما استقبل ضيفي الكريم عايز اكد على اهميه معسكر الاهلي في كرواتيا، وعايز اكد على التزام كالتيرون الواضح جدا جدا ان مفيش اي مجال للهزار يا جماعه، مفيش اي مجال للهزار. محمد يوسف قبل كده وقع غرامه ماليه كبيره على وليد ازارو لعدم التزامه، وايضا كالتيرون وقع غرامه صعبه جدا ان هي يعني كمان مش بفلوس، يا ريتها كانت بفلوس. يعني الغرامه لما تكون بفلوس سهله، لكن انا امنع لعيب ان هو يطلع معايا معسكر دي صعبه جدا جدا، عشان كده كله يشتغل. واعتقد ان هو جرس انذار لكل اللاعبين، ان شاء الله يكون في نجاح قريب جدا. البعثه وصلت الحمد لله، وان شاء الله تتوجه لمعسكرها، وان شاء الله يكون معسكر ناجح باذن الله لمواجهه بطل بتسوانا تاونشيب، المباراه اللي بينتظرها كل عشاق النادي الاهلي. هنطلع فاصل وهنتواصل مع حضراتكم ونستقبل الاستاذ شريف عبد القادر الصحفي الكبير، ونرجع لحضراتكم على طول.
اهلا بحضراتكم من جديد. انضم لي النجم الصحفي الكبير الاستاذ شريف عبد القادر. استاذ شريف اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن واهلا بمشاهدي قناه النادي الاهلي. انت شيك النهارده ربنا يخليك. حاجات بسيطه كلها. يعني عندنا بصراحه ملفات كتيره جدا. عايز نبدا منين؟ عايزك يعني واحده واحده كده. انت اقول لك وانا تحت امرك. يعني عايز ابدا بصراحه بملف رجوع الجماهير او عوده الجماهير. النادي الاهلي تحديدا يعني بيتبنى هذا الملف بكل ما يملك منكم، لكن للاسف النهارده في اتحاد الكوره ما ناقشوش هذا الملف. بص حضرتك، طبعا عوده الجماهير ده هتبقى يعني الاضافه الاهم لمسابقه الدوري الممتاز. شفنا المستوى كان رغم ضغط المباريات الموسم الماضي، لكن المستوى لحد كبير مستوى الدوري كان قوي جدا، منافسه قد قويه الى حد كبير، خاصه الصراع على المركز الثاني والثالث والرابع كان في منافسه لغايه اخر اسبوع عليه. يعني طبعا بعد الاهلي ما حسم بطوله الدوري قبل نهايته بست اسابيع، نفس الشيء كان في صراع برضو على الهبوط وفي وسط الجدول، لكن بشكل عام شكل الدوري كان كويس، كان ينقصه حضور الجماهير. طبعا مساعي كويسه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي والمسؤولين في النادي الاهلي ان عوده الجمهور، وشو ممكن انا شفت النهارده حتى طلب للمواجهه القادمه في دوري ابطال افريقيا امام بطل بوتسوانا ان هي طلب ان هي تتلعب في استاد القاهره. دي حاجه جيده جدا، ولكن في حاجات كتيره جدا لازم تتم قبل ما ناخد قرار بعوده الجمهور. اولا لازم القانون يتطبق على الكل، لازم يبقى في قانون واضح، لائحه عقوبات، لائحه جزاءات لكل، تمشي على الكل، الجمهور، ادارات الانديه، الجهاز الفنيه، اللاعبين، كل عناصر المنظومه، بحيث ان المباريات تخرج بالشكل اللي بنشوفه سواء في كاس العالم او في دوري الابطال الاوروبي او في الدوريات الاوروبيه زي ما بنشوف كده. بيبقى الماتش طح وحالات اندفاع وضرب وبتاع وكده، اول بيخلص الماتش فرقتين خلاص خلص الموضوع، الناس بتسلم على بعضيها، سلموا، بيبقى في اخطاء تحكيم كارثيه، بيروحوا يسلموا على الحكم وعادي خالص، مفيش اي مشكله. اكثر عنفا من الجماهير المصريه بكتير، فاهمني؟ وجماهير اكثر عنفا، ويعني والظواهر اللي عندنا دي اللي بنشوفها دلوقتي دي متصدره لنا من هناك. بس هناك في قانون، يعني لما بيبقى في خروج عن النص بيبقى في قانون بالزبط. فالكل بيتحاسب بالظبط، حرمان من حضور المباريات، حرمان من اللعب على ملعبك، عقوبات ماليه، في اكثر من عقوبة. بس بيتطبق، ما بيبقاش يتطبق على الانديه الاقل او الجمهور الاقل والكبير لا نخاف منه. تمام. فلازم في حاجات تتم قبل ما نطلب عوده الجمهور. خلاص الازمات بقى اللي موجوده، يعني في ازمات في مباريات عادي ان انت تروح تلعب انبي بجمهور ما فيش مشكله، الاهلي بيلعب انبي بجمهور ما فيش مشكله، الاهلي بيلعب اي نادي غير جماهيري ما فيش مشكله، لكن الاهلي بيلعب الاسماعيلي في ازمه بين جمهورين ما اتحلتش، امور معلقه. هل هتحلها امنيا ان انت تفصل الجمهورين؟ طب بره الملعب ماشي، تراشق اللي بيبقى لفظي والحاجات دي بتبقى موجود، هل ده اتحل؟ لازم الاهلي والمصري نفس الشيء، الموضوع ما اتحلش مع الجماهير. يعني الازمه اللي بين الجمهورين ما اتحلتش لغايه دلوقتي، زمالك واسماعيلي، زمالك ومصري، شفنا اخر مباريات بقى فيها حساسيه عاليه جدا رغم ان العدد محدود 300 و300 مثلا او 200 و200 ماشي، بيحصل ازمات كبيره جدا. زي مصري واتحاد نفس الحكايه، جماهير في ازمات كبيره جدا 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 ما اتحلتش. زائد ايه هي الضمانات لتنفيذ القانون على الكل؟ ان سعادتك تخش كمشاهد ماشي تتفتش عادي خالص زي تعليمات الامن، زي ما شفنا في كل الملاعب لسه الناس راجعه من روسيا، وكنا احنا الواحد حضر اكتر من ايفنت بره مصر، حوالي 50 60 ايفنت بره مصر، بنتفتش وبنقلع الاحذيه كل حاجه وما بنتكلمش، جمهور واعلام وحتى ادارات اللي بتعدي كله بتفتش، تخش على الجهاز تفتش عادي خالص، ما بيتكلمش خالص، من نقطه ماشي. واحنا المصريين عشان عارف ان في قانون لكن انت تعالى معلش سوري بقى، انت مش عارف انا مين. الجمله المشهوره، انت مش عارف انت بتكلم مين ماشي، جمهور خش تفتش عادي خالص. ماشي، انت داخل تستمتع بمباراه كره القدم وتشجع فرقتك. ايه المشكله ان انت تفتش ماشي؟ لو حاجه ممنوعه، احنا عارفين ان مثلا في ملاعب في اوروبا وفي الخليج التدخين ممنوع جوه، اي حاجه ليها علاقه بالتدخين بتسيبها بره ماشي، خلاص ممكن تبقى حاجه غاليه سيبها مثلا، لكن خلاص ده قرار وفي امن
وما فيش حد بيعدي بالقرار ده، يعني ما فيش استثناءات، لكن هنا بتحصل استثناءات. خلينا واضحين، ماشي، تخش تلاقي ابن فلان قاعد على كرسيك اللي داخل مجاملة، ماشي، عن طريق عامل في الاستاد، عن طريق موظف في اي ملعب من الملاعب، تلاقي قاعد مكانك يا عم، انت قاعد مكاني، تعالى اعلاميين، تخش تلاقي مكان الاعلاميين قاعد مثلا ناس جمهور، لو ماتش زحمه مثلا تلاقي جمهور قاعد مكان الاعلاميين او الصحفيين. كل دي حاجات بتتم للاسف الشديد لم تحل ولم يتخذ فيها قرار بات ان مفيش ممنوع. انا بخش التيكت عليه رقمي، رقم الكرسي اللي انا قاعد عليه، بخش الاقيه فاضي، انا او اسرتي او اولادي او الاخر، خلاص بخش الاقي قاعد عليه سوري معلش فرض امن، يقول لي عشان التامين. طب ما انا الكرسي ده مكتوب عليا، ما انا دافع طارت. وهي داخل الاستاد بالتالي ترضخ لكل طلبات الامن، يعني ان هي تبقى يعني متعاونه معانا، لكن انت بتدخله حشر من باب حشر، بوابات مش الكترونيه ولا اي حاجه، زيك اللي قاطع تذكره زي اللي مش معاوز تذكره، الاثنين بيخشوا، فلازم يخش جوه ينفجر لما يلاقيش مكانه ويلاقي حد قاعد في مكانه مش معاه تيكت اصلا، فلازم هينفجر، لازم هيبقى متضايق، مش هيبقى بلاش ينفجر، لازم هيبقى متضايق. هيطلع ده ازاي؟ بيطلعوا بقى كوره وسب وقصف وتصرفات وتكسير كراسي و الاخر. لازم انت الاول اولا يبقى عارف ان القانون هيتنفذ عليا زي على غيري، زي ابن الباشا، زي ابن الوزير، زي ابن الغفير، كله هيتنزل عليه قانون، هيتنفذ عليه قانون، كل ده هيتم. هتلاقي كل الناس تتعاون معاه طالما هو عارف ان مفيش حد هيتميز عليه. العقد اللي بيني وبينك التيكت، هخش بالتيكت ده هلاقي كرسي معزز مكرم زي الفل، ماشي. في المقابل انا بتفتش التفتيش اللي انت عايزه، اي اجراءات امنيه مطلوبه مني بعملها، بلتزم جوه المدرج، بلتزم وانا داخل، بلتزم وانا خارج. تمام، بقى لنا قد ايه بنقول الكلام ده؟ كتير، وانا قلته كتير جدا. طيب. كتير جدا، بس للاسف كل مشكله كل ما تطرح الموضوع ده اصل انا مش عارف ايه، اصل احنا خايفين يحصل كذا، اصل لا ما هي هنفضل كده مش هنعمل، يعني بقالنا قد ايه وقت كده تقريبا؟ مش هتقدم تقريبا وقت، احنا قدامنا قد ايه؟ لا بقالنا قد ايه بنقول الكلام ده بالوقت؟ بقالنا يعني كتير جدا من ساعه منع القرار، يمكن يعني السنه اللي فاتت، ما السنه اللي فاتت مثلا حصل ماتش وقله مدسه دخلت بوظت الدنيا، ماتش الاهلي في افريقيا الموسم البطوله حاليا منانا ماشي، قله مدسه دخلت عملت ازمه بدون لازمه بعد الاهلي ما كان بيلعب في استاد القاهره، الامن طبعا رجعنا. طب الاهلي طب ماشي، يعني حلو قوي الكلام ده. احنا دلوقتي كلمتك على اسباب عدم حضور الجماهير او عدم حتى النقاش في عوده الجماهير، حضرتك قلت لي اسباب، اهم حاجه في قانون، في انضباط، في لوائح، في تنظيم جيد، القانون يتطبق على الكل، واحنا اتكلمنا فيه بقى لنا فتره كبيره جدا. تمام يعني مش عارف امتى، يعني ما ينفعش لما اجي اقول للاتحاد الكوره الجمهور هيرجع امتى، يقول لك تقول لي ده قرار امني، ما انت عندك اجراءات لازم تتخذها. مش انا بتكلم معاكم بالورقه والقلم، انت فاهمني؟ يعني احنا برضه عندك مشكله ان انت كل ما تسال اتحاد الكوره او مسؤولين في اتحاد الكوره او لجنه مسابقات، يا جماعه الجمهور هيرجع امتى، يقول لك لا ده قرار امني. ما انت عشان يبقى قرار امني لازم في اجراءات مطلوبه منك كاتحاد كوره في تنظيم المسابقه، بحيث ان الامن يبقى عنده بالزبط الاجراءات دي تمام مظبوطه، فياخد قرار بعوده الجمهور بشكل حتى تدرجي، مش هتكلم بشكل كامل. حتى تدرجي ده برضه بنتكلم فيه بقى لنا سنتين. طب ما احنا بدانا ب 100 و300 هنرجع و300 هكلمك في حته المنانه واللي حصل في مباراه منانه. حصل الاقليه زي ما حضرتك قلت كلها مندسه، وانا كنت قبل ما حضرتك تشرفني في الانترو قلت ان يا جماعه احنا النادي الاهلي بيطالب، والنادي الاهلي يعني دمه بيتحرق علشان يقول يا جماعه الجماهير ترجع، ومفيش يعني لسه لغايه دلوقتي، بس بيحاول وهيحاول وان شاء الله ترجع الجماهير، فعشان كده لازم الجماهير تلتزم وتدي صوره كويسه. طب لو كل مندسه دخلت ما نعرفش عنها حاجه يبقى في عقاب. صح؟ طبعا حصل في عقاب. طبعا. طب ليه ما نكملش؟ للاسف الشديد للأسف يعني ليه ما نكملش؟ يعني دلوقتي يا شريف انا عملت حاجه، في حاجه رضعه انا خدتها، العواطف بالظبط، العواطف للاسف الشديد بتحكم بقى فينا عواطفنا، ده تلميذ، ده مستقبله هيضيع، ده وتلاقي برامج بقى طالعه اصل معلش، طب بس الجمهور الفلاني ما اتعملش فيه كده وعمل أسوأ، بس دلوقتي اشمعنى؟ لا دلوقتي بيطبق، فاهم؟ بيطبق. انا عارف اللي حصل في برج العرب في ماتش الزمالك لسه ما خرجوش لغايه دلوقتي، واللي حصل في منانا برضه اتقبض عليهم لسه ما خرجوش. انا بقول بقى ليه ما نكملش؟ لازم الناس بقى تساعد في ده،
ومعلش يعني يعني بناشد بقى يعني اولياء الامور بقى. يعني خلي بالكم من ولادكم وهم يعني طبعا بعد محله الروابط والكلام ده الموضوع ممكن ياخد شكل تاني، ولكن يعني خلي بالكم من ولادكم في الحاجات دي، لان انتوا اللي بتندموا في الاخر، او انت اللي بيجي عليك كولي امر الازمه بتيجي عليك انت الاول، ان ابنك محبوس على ذمه قضيه تخريب منشاه رياضيه او منشاه عسكريه زي ما حصل في برج العرب، تكسير كراسي، الكلام ده كله، ودي قضايا صعبه جدا، وبيبقى ومعظم الشباب ده في فتره عمريه الثانويه العامه اللي هي تحديد المصير، اغلبهم يعني في المرحله الثانويه او بدايه الجامعيه اللي هي تحديد مصير شاب في المسابقه الحبيه، فلما يبتدي حياته بالحبس او السجن او الكلام ده كله، فطبعا حاجه ماساه يعني. ما التربيه يا شريف، التربيه عليها عامل كبير في البيت، لكن انا برضو للاسف يعني ما هو للاسف لو في قانون بيطبق لو لو كلنا عندنا اولاد التربية. كلنا عندنا اولاد للاسف الشديد، يعني احنا بنستغل او بنستخدم اسوأ ما في الحريه للاسف الشديد، يعني بننقل في الحريه بننقل من الغرب اسوأ ما بيعمله، يعني ما بناخدش الحاجات الجيده من الحريه، ازاي يعني ازاي تستفيد من الحريه الممنوحه ليك، للاسف الشديد بنستفيد بيها في الحاجات الخاطئه. حلو قوي، انت فاهمني؟ حلو. في الحاجات اللي هي بتضر بيك انا بيا شخصيا كشاب مثلا او كناشئ طالع او الاخر، ما استفدتش بيه الحاجات الجيده، يعني ليه ما يعني ما استغلش الحريه الممنوحه ليا من مدرستي او من بيتي، مفيش عندك الرادع اللي عنده ده بقى غياب الرقابه. ما هو ده للاسف شديد غياب الرقابه دلوقتي، لان يعني الاسر كلها مطحونه في العمل والكلام ده كله، الاب مضطر يشوف وظيفه والثانيه عشان متطلبات الحياه، فده بيبعده شويه عن دوره كرب أسر، انت فاهمني؟ يعني دوره كرب أسر ده بيخلي برضو نوع من التسيب، بيروح ان انت تبقى عندك طريق سلبي مثلا مش تمشي فيه، كل دي ازمات بتأدي في النهايه اللي بنشوفه زي اللي شفناه في برج العرب او منانا او الاخر. تمام، يعني برضو يعني هأكد على الحته اللي حضرتك قلتها، احنا بناخد الحريه بأسوأ ما فيها. طبعا زي بره، هما اللي جم اللي من بره دول جم عاشوا هنا او عاشوا في اي مكان ما فيهوش روابط، ما فيهوش اسس، ما فيهوش حضرتك الحاجات اللي اتكلمت حضرتك عليها، هيعملوا نفس الحاجات دي للاسف شديد. ما هو شايف في التسيب يعني، بيفرق الرادع بس. انا لو شايف ان في رادع اكيد مش ما هو بص سعادتك، يعني مثلا واحد بيبقى عايش بره ماشي، او يعني راجل مثلا اجنبي مثلا او اسره اجنبيه جايه تقعد في مصر مغتربين ماشي، هو واخد مثلا نظام مرور معين مثلا، التزم بالاشاره، التزم بقواعد المرور، الكلام ده بيجي ليه هنا اللي ماشي عكسي هيعمل واللي زي. ماشي مش في الحاره بتاعته، والعربيه نقل ماشيه في الشمال هيعمل زي. والعربيه الملاكي ماشيه في اليمين، والسرعات العاليه على اليمين ومش على الشمال الهاي واي، فهو بيضطر لان هيعمل ايه؟ شايف ان ده كله غلط ماشي، يقف في اشاره ما استناش لما تخضر عشان يمشي وهي حمراء، فمجبر. لكن هو بص احنا في مصر هنا عندنا ازمتين، ودول قلتهم كتير جدا، ازمه ضمير وازمه سلوك. ضمير في ان انت بتعمل منتج تعمله بضمير، سفل الطريق سفلته بضمير ماشي، مش بعد شهرين يبوظ تاني، مش شويه شمس شويه ميه تلاقي السفلت ده رجع على الرمل تاني ماشي، فدي ازمه ضمير في ان احنا نعمل كل حاجه بضمير. ازمه سلوك التعامل بقى مع الحاجات دي ماشي، يبقى انت عندك مثلا مكان مثلا الدوله مخصصاه باسكت عشان تحط فيه زباله فيرمي جنب الزباله بتاع، يا عم بتديها جوه، ايه المشكله؟ هيجرى لك ايه؟ ماشي، تبقى ماشي بالعربيه تلاقي علبه كنز فاضيه مرميه من الشباك، واحد فتح الشباك وعمل كده، واحد رمى منديل، علبه المناديل بعد ما تفضى طوعها. سلوك ماشي، في الاستاد في الملاعب بيخشوا بعد، يعني انا كنت لما احضر كنت زمان لما بحضر مباريات في استاد القاهره او المقاولين او اي حاجه في القاهره هنا، بعد الماتش بيخلص تلاقي في اطفال داخلين بيلموا الازايز من تحت الكراسي. دي شغلانه بلاستيك والحاجات دي كلها ماشي. شفنا في المونديال جمهور الياباني والجمهور السعودي ما نضفوا بعد ما خرجوا، ايه المشكله ان انت بعد ما شربت الحاجه دي وانت قايم من مروح تروح حاططها في الباسكت، ايه المشكله؟ بدل ما ترميها في الملعب تحطها في الباسكت، انت فاهمني؟ ففي مشكله كبيره جدا في مش عندنا ازمه ضمير وازمه سلوك السلوكيات. يعني هأكد على كلامك، الرادع طبعا، لو في رادع قانون. انا مش هعمل حاجه، قانون ده اللي بكلم حضرتك فيه. ليه طالما احنا عملنا رادع اللي هو يا جماعه هتلتزم كمشجع اهلا وسهلا بيك، مش هتلتزم انت عارف الطريق التاني، طب ليه ما نكملش بقى؟ يعني ليه ننقل
يعني انا بلعب في استاد القاهره حصل مشكله وفي كله طلعت خرجت عن السلوك وقعت عليها عقاب، ليه ما كملش بقى؟ ده اللي انا بكلم حضرتك فيه، ليه ما كملش في استاد القاهره وفي يا جماعه خلي بالنا احنا ماشيين واحد زائد واحد يساوي اثنين، انت هتقول واحد زائد واحد يساوي ثلاثه في مكان تاني ليك خالص. اعتقد ان الظرف العام دلوقتي او الاجواء دلوقتي تسمح بده، تسمح بان الاهلي يلعب في استاد القاهره او الاهلي والزمالك يلعبوا في القاهره مبارياتهم الافريقيه في الفتره اللي جايه دي، تسمح بان الجمهور يحضر بشكل مش بشكل كامل ولكن بشكل كويس، يعني يبقى المدرجات مسموح فيها بعدد كبير يساند الاهلي والزمالك، خاصه ان الاهلي يعني داخل على مهمه صعبه جدا في دوري الابطال بعد خساره خمس نقاط اول مباراتين امام الترجي وامام كامبالا سيتي بالخساره. طبعا الاهلي محتاج جمهوره واحنا عارفين ان جمهور الاهلي تحديدا له مفعول السحر يعني في اكتر من عشان كده مناسبه المجلس بيحارب حتى الجمهور ما بيبقاش حاضر المباراه بيحضر في ملعب مختار التتش ويأذر اللعيبه بيكون ليها رد فعل ايجابي جدا على لعيبه النادي الاهلي. اعتقد ان الاجواء دلوقتي سامحه بده، على الجمهور انه يساعد في ده وعلى ادارات اداره النادي الاهلي الممثله في لجنه اللي هي بتدير المباريات دي يعني يبقى عندها الاجراءات صارمه جدا وتتعاون مع الامن في ده. الاجراءات صارمه وحصل في ماتش منانا للاسف شديد، الماتش كان ماشي عادي أيوة خلاص وناس جم بوظوا حاجات كتير وطلعوا تعاقبوا ما كملش. انا ليه بقى انا ليه ما كملش وامشي في نفس السكه اللي انا ماشي فيها؟ لا 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 ماشيين في السكه دي، ماشيين في السكه دي بس طبعا عوده اللعب في برج العرب دي اللي اخرتها شويه، ده اللي بتكلم فيه، دي اللي اخرتها شويه، ده اللي بتكلم فيه. لا يعني ربنا يسهل ان شاء الله الطلب بتاع النادي الاهلي ونوقع العقاب وننفذ المره دي يتم تنفيذه، لانه واضح ان في اجراءات صارمه اتخذت لاخراج المباريات بشكل يعني مرضي ما يبقاش فيه اي خروج عن النص ان شاء الله. يا رب يا رب. شايف زياره الكابتن محمود الخطيب ومجلسه الموقر لسياده الوزير النهارده؟ شوف طبعا كان في بادره طيبه من الوزير اول ما دكتور اشرف صبحي صديقنا العزيز ربنا يوفقه يعني ويبارك له، وبنشكر المهندس خالد عبد العزيز على الفتره اللي كان موجود فيها، كانت بادره طيبه منه اول ما تولى الوزاره ان هو يزور الناديين الاهم الاهلي والزمالك. طبعا كان الاهلي في استقباله كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته واداره النادي، رد للزياره النهارده مجلس اداره النادي الاهلي يعني شيء بروتوكولي وشيء محمود، شيء محمود من مجلس الاداره ان يبقى في تعاون في المرحله الجايه، خاصه وان مجلس اداره النادي الاهلي داخل على موسم جديد على رعايه جديده، موسم ده رعايه بدايه الرعايه الجديده ليه ولحقوق البث والكلام ده، وهيحتاج وفي مشروع كبير فلازم يبقى فيه برضه تعاون من الوزاره في توفير بعض الاشياء لمجلس الاداره اللي هي الاشياء الاداريه يعني مش قصدي الماديه، الاشياء الاداريه خاصه مشروع الاهلي الاستاد الكبير او الحلم الكبير دوت اللي كان اتقال عليه في البرنامج بتاع قائمه الكابتن محمود الخطيب، وان شاء الله يبقى بدايه لتنفيذ المجلس الحالي يعني ياخد خطوات كبيره جدا في تنفيذ مشروع الحلم او الحلم الكبير لجمهور النادي الاهلي باطلاق استاده او المدينه الرياضيه المتكامله هتعمل في طريق ما بين مدينتي وما بين العاصمه الاداريه او ما بين العين السخنه والعاصمه الاداريه. نتمنى ان شاء الله ان الزياره دي طبعا من التقارير اللي جات لنا في زي ما قال الوزير ان في عده ملفات تم مناقشتها خلال الجلسه هقول لك يفصح عنها او لم يعلن عنها بشكل في الزياره النهارده. هقول لك اهم النقاط اللي طرحها كابتن محمود الخطيب. طبعا هو بارك للدكتور اشرف على توليه المسؤوليه الكبيره مسؤوليه الشباب والرياضه وزاره الشباب والرياضه، بعد ما بارك له طبعا اتكلموا في نقاط عديده اهمها اتكلم معاه كابتن محمود الخطيب في ملف عوده الجماهير تاني، اتكلم معاه في دعم البطل الاولمبي ازاي اتحاد وزاره الشباب والرياضه تدعم الابطال الاولمبيه وتتولى رعايتها من الالف للياء زي ما بيقولوا. اتكلم معاه كمان في تعديلات قانون الرياضه، تعديلات قانون الرياضه لمنح صلاحيات اكبر للانديه لتحقيق عوائد ماليه اكبر للانديه. اتكلم معاه كمان في ضروره لعب الاهلي زي ما حضرتك قلت مباراه بطل بتسوانا تاونشيب في استاد القاهره. يعني هبدا من الجزئيه بتاعه تعديلات القانون الرياضه عشان تسمح للانديه
اعتقد اتكلمنا في عوده الجماهير. اعتقد ان ده شيء مهم جدا وخاصه والنادي الاهلي مقبل على اللي هي مشروع الحلم، تنفيذ بدء تنفيذ مشروع الحلم الاهلي بملعب ومدينه رياضيه متكامله لجماهيره ولاعضاء. اعتقد ان ده يعني نقطه مهمه جدا. تم مناقشتها النهارده في اللقاء بين مجلس اداره النادي الاهلي والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. طبعا احنا عارفين ان القانون كان فيه بعض النقاط الخلافيه، ولكن كانت بدايه وهنبني عليها وهنكمل فيها، واي تعديلات جايه هنحاول يعني نعدلها في بنود القانون وخاصة واللوائح المبثقه منه. اعتقد دي كانت نقطه مهمه جدا. نقطه عوده الجماهير اتكلمنا فيها باستفاضه. اعتقد ان الدكتور اشرف صبحي كان عنده تجربه جيده جدا في دوله الامارات بصفته استاذ وخبير في الاداره الرياضيه والتسويق الرياضي. اعتقد وكان عنده تسويقها. واحنا عارفين ان استاد القاهره ده يعني من اهم المنشات الرياضيه في مصر، والاماكن المحيطه بيه او الحاجات الملحقه بيه من صالات مغطاه ومعارض وممكن يستفيد منها. اعتقد ان الدكتور اشرف صبحي خلال المرحله الجايه دي هيبقى فيه افكار كتيره كانت متوقفه روتين والحاجات دي كلها متوقفه جدا يعني وما تمش البت فيها، سيتم تفعيلها وسيتم الاهتمام بيها وتنفيذها على ارض الواقع. انا كنت قريب منه جدا ايام ما كان ماسك هيئه استاد القاهره قبل ما يبقى مساعد الوزير في الفتره السابقه. لا كان عنده افكار كبيره جدا وافكار جيده جدا، وازاي يتعامل مع الجمهور والتعامل مع الصحفيين ورجال الاعلام. يعني غيرنا حاجات كتير احنا في الفتره اللي هو كان موجود فيها، بس طبعا لما تلقى وبقى مساعد الوزير توقفت بعض الشيء الحاجات دي. اعتقد ان المرحله الجايه دي هتشهد طفره استثماريه وتسويقيه لمنشاتنا الرياضيه ولاعبتنا. بالنسبه لحكايه البطل الاولمبي، اعتقد ان المسيره كانت ماشيه مش وحش ومش كويس قوي، يعني مش وحش يعني الى حد كبير ماشيه كويس جدا اعداد البطل، ولكن بيبقى فيه حاجه غريبه قوي بتحصل. يعني انا مراهن على الكابتن عبد الحميد حسن هيحقق ميداليه ايا كان اللون، برونز فضه، هيحقق ميداليه ماشي، ومدعم كابتن احمد حميد ومعسكرات بره وسفريات وكده ماشي. في نفس التوقيت في لعيبه تانية او في نجوم تانيين بدعمهم او كل حاجه تمام. بس مش واخدين نفس الاهتمام، لان الكابتن عبد الحميد مثلا كان بطل عالم مثلا تمام. او كان تاني تمام. عالم تمام. فمحقق رقم او حق بطوله لازم يدعم عليه، فانا بدعمه تمام. نوصل للاولمبياد فتلاقي كابتن حميد اخفق وهنا نجح. ففي شيء من الصدفه يعني للاسف شديد اغلب ميدالياتنا الاولمبيه في الفتره الاخيره من 2004 كده وانت جاي، او من حتى من 6 من 84 لوس انجلوس ده ميداليه بتاعه بطل الاولمبي محمد علي رشوان في الجودو الفضيه، تحت تشعر انها بالصدفه. يعني مفيش حاجه انت رايح الاولمبياد وعارف ان انت مثلا التارجت بتاعك خمس ميداليات ايا كان اللون. حتى لما بيجوا قبل السفر فبياخدوا تعهدات من الاتحادات، يعني الاتحاد مثلا بيقول انا عايز ميزانيه 2 مليون جنيه، طيب هتحقق ايه بال 2 مليون جنيه دول؟ فيقول لي مثلا رابع وخامس وسادس. عمر ما حد من الاتحاد يقول لك انا هحقق ميداليه يعني حتى المسؤولين عشان ايه؟ لو ما حققش يبقى ايه؟ هو في سيف سايد، لو حقق يبقى انجز، عمل الجهاز، وده غلط. فدي مشكله كبيره، ده غلط يعني جدا. ان هو يقول له ايه هحقق ميداليه ايه؟ انت واخد مثلا 10 مليون جنيه ل 10 ابطال هتاهلهم ل 2020 طوكيو 2020. طيب ايه الميداليات المتوقعه منك او ايه المراكز المتوقعه منك؟ يقول له مثلا خامس سادس ثامن، ده ممكن يحقق خامس، رقمه هيبقى خامس. فلو حقق ميداليه يبقى هو انجز، ده غلط. ولو حققش يبقى هوبس، يبقى في السيف سايد، يبقى الدنيا ايه امان، ما مش حدش هيجي جنبه. فطبعا لا مفيش كده يعني. بص لازم يبقى ليه في تارجت يعني. ودي انا رحت 2 اولمبياد، رحت لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016. معروف يعني امريكا جايه
معروف ليها تارجت ان هم جايين مثلا 200 لاعب، ال 200 لاعب دول حققوا 150 ميداليه بالظبط. المشكله في ايه بقى؟ ان ممكن مثلا بدل ما ياخد فضه هياخد برونز، دهب هياخد فضه، ممكن يبقى برونز وياخد دهب لظروف خارجيه حصلت، عوامل ظروف المباراه بالزبط. ظروف المباريات اللقاءات كده، لكن هو عارف ان هو مستهدف بتاعه 150 ميداليه ماشي، في تارجت يعني في مقابل انه مثلا طبعا بيصرفوا جامد يعني انت مصاريف الميداليه الاولمبيه لن تقل عن البطل الاولمبي فعلا عارف ان انت هيروح يجيب الميداليه ويرجع ما بتقلش عن 5 مليون دولار طبعا امكانياتنا والاخر، فبنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل ده بس بالمصري ماشي، يعني 5 مليون دولار يبقى 3 4 مليون جنيه مصري مثلا، معسكرات والكلام ده للابطال اللي احنا شايفين فيهم امل. طيب الجينات ماشي. بتاعتنا بتفرق بالفلوس برضه يا كابتن شريف، يعني الجينات البطل المصري هتلاقيها فرق طبعا كتير طبعا. لا طبعا بص دي حقيقة والله إيه؟ يعني انا كنت في ريو ساره سمير دي اللي خدت الميداليه البرونزيه في رفع الاثقال دي، دي بنت من الاسماعيليه حاجه بسيطه خالص، انا بقول لك خالص بالزبط. ولسه واخده ميداليه برضو في بحر المتوسط بطل عالم والكلام ده، ومؤهله انها تاخد ميداليه في 2020. محمد ايهاب نفس الحكايه بتاع الفيوم ده اللي كان عايز شارع ومدان باسمه ماشي، ده بطل بسيط خالص كل حلمه انه يديله شقه في دور ارضي عشان والدته ست كبيره يعني كان كل حلمه احنا هناك في ريو لما خد برونز في الاثقال انه يديله شقه، المحافظه تديله شقه دور ارضي عشان هو ساكن في المساكن الشعبيه دور عالي، فوالدته ست كبيره يعني بص حتى الاحلام بسيطه. خلاص بقى عشان ما نفتحش في وقت يا عم هقول لحضراتكم تفاصيل اجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع اللجان العليا او مع اللجنه العليا للجان. عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اليوم اجتماعا مع اللجنه العليا للجان الخدميه، حضره كل من السيد محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي الاهلي، ومحمد يوسف رئيس اللجنه العليا، ومحمد سمير مقرر اللجان، والاعضاء وليد سليمان وعمرو عطيه ورهام توبار وهاجر وريم الدسوقي مدير العلاقات العامه. وناقش الكابتن الخطيب خلال الاجتماع الموضوعات الخاصه بتنظيم العمل ووضع الاليه الخاصه لدقه التنفيذ لتقديم افضل الخدمات لاعضاء النادي، ومناقشه طرق تنفيذ البرامج الخاصه باللجنه العليا بالتنسيق مع الاداره التنفيذيه للنادي. وانتهى الاجتماع ببعض التوصيات اهمها الالتزام بتقديم تقرير مفصل عن اعمال اللجنه العليا كل 3 أشهر مع تقديم الرؤيه المستقبليه عن البرامج الخاصه باللجان حتى نهايه العام الجاري، كما تم التاكيد على ضروره الالتزام بالضوابط التي تحتويها اللائحه الخاصه باللجان والتواصل مع الاعضاء عن طريق الاعلام الخاص بالنادي. لمزيد من التفاصيل هنطلع نشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونطلع نشوف تاني ونرجع لحضراتكم على طول. احنا دلوقتي كان عندنا اجتماع مع الكابتن محمود الخطيب بدعوه شخصيه منه كريمه عشان مناقشه ما تم انجازه الفتره الماضيه من برنامج عائله الاهلي والافكار المطروحه حاليا لنهايه السنه يعني. والله مش قرارات، انت عارف ان اللجنه العليا بتصدر بس بعض التوصيات. هو النهارده كان عندنا اجتماع مع 3 لجان اساسيه، لجنه المراه ولجنه الشباب ولجنه النشاط الرياضي الترويحي، والثلاث لجان دول اعتقد انهم بيمسوا قطاع كبير جدا جدا من اعضاء النادي الاهلي على اختلاف مراحلهم السنيه كلها. ناقشنا اللي تم في الفتره اللي فاتت من ندوات عقدتها لجنه المراه، من بعض الشو اللي تم برضو اثناء فتره العيد واحتفالنا بالاعياد، حفلات شم النسيم، الدوره الرمضانيه اللي كانت بين الاعضاء هنا، واتفقنا ان احنا في اسرع وقت هنقدم المقترح بتاعنا الى نهايه العام ان شاء الله. طبعا احنا مهتمين جدا بدور المراه، انت عارف ان المراه هنا في النادي هي اللي بتجيب اولادها التمرين، هي اللي يعني فدور المراه ده واضح جدا في يعني مش عايزين ان احنا نرجع للماضي، لكن احنا قعدنا تفعيل دور لجنه المراه تاني. لجنه المراه بتهتم بالمراه وبالاسره وبالطفل، وبالتالي هي بتغطي تقريبا جميع النواحي الاجتماعيه الموجوده في الاسره المصريه وعائله الاهلي. كمان عندنا لجنه الشباب، ودي لجنه احنا استحدثناها السنه دي بعد برنامج عائله الاهلي، لانها بتمس قطاع كبير جدا 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 من اعضاء النادي الاهلي. طبعا كانت مناقشات، وبالتالي لابد ان احنا بعد كده هنقدم برنامج للكابتن محمود الخطيب ويعرض على مجلس اداره والمكتب التنفيذي، ثم بعد كده نقدر نعلن عن هذه الخطوات. اولا احنا بنحاول ان احنا نخلي الانشطه بتاعتنا تغطي الثلاث فروع، لان في الاخر احنا كلنا النادي الاهلي.
سواء فرع مدينه نصر، سواء الشيخ زايد، سواء الفرع الرئيسي هنا في الجزيره. لكن الانشطه بتاعتنا هتكون متعدده جدا جدا جدا، مش هتكون انشطه ترفيهيه فقط، لا بالعكس، ده في انشطه كتيره جدا في البرامج اللي احنا حاطينها خدميه، ليها افكار تسويقيه، ليها افكار لتعليم مهارات لأفراد الأسرة في النادي الأهلي من النواحي الفنية ومن نواحي الكورسات واللغات ومهارات التعامل. فإن شاء الله يعني في الفترة اللي جاية الأعضاء هيلمسوا جهد كبير مبذول يغطي احتياجاتهم إن شاء الله. يعني خلينا برضه أكون واضح في طبعا بحكم إن إحنا أهلاوية أصلا، يعني بغض النظر عن اللجان، إنما إحنا طبعا بنهتم في المقام الأول بأن عندنا جمعية عمومية بيتخطى عددها 150 ألف عضو، فال 150 ألف عضو دول هم نواة من ال 70 مليون. مفيش شك إن إحنا بنبقى حاطين في ذهننا ده هيأثر ازاي على جماهير النادي الاهلي، فالموضوع مش مجرد كرة او ممارسة نشاط رياضي فقط يعني، لكن اكيد اكيد اكيد. وكلنا على فكرة تعلمنا جوه مدرسة وجوه عيلة النادي الاهلي كتير من المهارات والقدرات على اتخاذ القرار في الوقت السليم وفي بالطريقة السليمة ودراسة الموضوعات. ما فيش شك ان ال 70 مليون موجودين في عقولنا، موجود في عقول مجلس الاداره، موجود في عقول الاداره التنفيذيه، واحنا بنحاول ان احنا نساعدهم كلجان في توصيل الافكار دي لجماهير النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان تقرير عن تفاصيل اجتماع كابتن الخطيب مع اللجنه العليا للجان. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه لقائي معاكم ان كابتن الخطيب بيولي اهتمامه لكل كبيره وصغيره في النادي وكل التفاصيل يا استاذ شريف. اكيد طبعا مجلس الكابتن محمود الخطيب كان جايب برنامج طموح جدا، يمكن لما حتى كنا بنحضر عرض طرح البرنامج دي كانت حاجه مبهره جدا. واعتقد ان في خطوات جيده جدا في تنفيذ اهم البنود اللي بيشعر بها اعضاء النادي والاسر الموجوده في النادي اللي جت في البرنامج. ربنا يعني نتمنى توفيق للمجلس الحالي وبرئاسه الكابتن محمود الخطيب، وان شاء الله القادم يعني بيبقى افضل ان شاء الله. وزي ما شفنا في التقرير ان كان في لجان مثلا مش مفعله سيتم تفعيلها بشكل قوي جدا. الكلام كان على لجنه المراه داخل النادي. تمام. يعني زي ما قلت لحضراتكم ان الكابتن الخطيب قال في توصياته او من اهم توصياته الالتزام بتقديم تقرير مفصل عن اعمال اللجنه العليا كل ثلاثه اشهر. اعتقد ان دي حاجه كويسه وحاجه مميزه، ضروره التتابع. طبعا بالتاكيد طبعا، خاصة وان كل 3 اشهر بيحصل مثلا جديد او بيحصل تطوير ما في حتة معينة. بالتأكيد المرحلة اللي جاية دي هتحتاج متابعة قوية جدا، لان في حاجات كتيرة جدا كانت يعني متوقفة او لسبب او لاخر او لم يتم انجازها. فالمرحلة اللي جاية دي خاصة ان في لجان اللي هي اللجان الانشائية واللجان اللي هي بتجدد المنشآت الرياضية او المنشآت اللي بتمتع بيها الاعضاء العاديين، اعضاء الجمعية العمومية، محتاجة تطوير. ممكن قالوا على البوابات او المداخل بتاعت والسور والكلام ده كله هيتم تطويرها بشكل كبير غير المعارض. اكيد يا شريف، يعني برنامج عائلة الاهلي اكيد الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارة الموقر ملتزمين بهذا البرنامج، وان شاء الله هيتم تفعيل كل بنود هذا البرنامج في القريب العاجل. هنطلع فاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. لسه مستمرين معاكم، معايا النجم الاستاذ شريف عبد القادر الصحفي الكبير، ولسه الحوار شغال. نروح اتحاد الكوره بقى. اتفضل. ولا ايه؟ لا اتفضل. يعني اتحاد الكوره قال انا برحب بحضور اللجان الرقابيه. طب استاذن حضرتك قبل ما نروح اتحاد الكوره ناخد السيد العميد محمد مرجان. كابتن محمد اهلا بيك. كابتن مين بالظبط؟ صحه ربنا يخليك حبيبي. عامل ايه يا كابتن؟ كله تمام؟ كله تمام والله الحمد لله. الحمد لله. احنا دايما قلقينك معانا كده، بس معلش بقى استحملني. لا ربنا يخليك، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. يعني انا بحيي حضرتك على المجهود اللي حضرتك باذله في كل الفروع، بصراحه حاجه جميله وحاجه مشرفه، ودايما عند حسن ظن الجميع يا كابتن محمد.
ربنا يخليك، وده شغلنا وده واجبنا وده ربنا عليك نجاح ان شاء الله. اكيد يعني استاذن حضرتك تقول لنا تفاصيل زياره الكابتن محمود الخطيب، وكنت حضرتك برفقه الكابتن محمود الخطيب النهارده ومجلسه الموقر للسيد وزير الشباب والرياضه. طبعا الزياره النهارده دي كانت زياره للتهنئه، تقديم التهنئه رسميا من قبل مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب للسيد الوزير الدكتور اشرف صبحي. بنهنيه طبعا على منصبه الجديد، وخصوصا ان السيد الوزير تابعنا كلنا وتواصل ونزل الان بجولات ميدانيه مركز الشباب، وكان اختص اول زياره في الانديه كانت النادي الاهلي وليها بعد كده نادي الزمالك. فطبعا دي احنا كنا بنرحب بيه، وفي نفس الوقت احنا بنبارك له رسميا، وكابتن الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي في وعد دعمه الكامل لوزاره الرياضه واستكمال المسيره، وخصوصا ان الوزير اشرف صبحي استلم بعد وزير برضه كان من الوزراء الناشطين اللي تولوا وزاره الشباب والرياضه الاستاذ مروان خالد عبد العزيز، وأدى فترة طويلة كويسة ونجح في اللي هو عمل قانون الرياضة. وطبعا احنا الدكتور اشرف صبحي هيكمل على هذا الكلام ان شاء الله. احنا كل الدعم للنادي الاهلي، كل الدعم ليه، هو ده كان المحور الاساسي للزيارة النهارده. اكيد يا كابتن محمد، يعني اهم الملفات اللي طرحها كابتن محمود الخطيب مع سيادة الوزير كانت ايه؟ طبعا هو كان اهم الملفات عودة الجماهير، وخصوصا الدكتور اشرف صبحي يعني متحمس جدا للموضوع دوت، وفي برضه الكابتن بيعرض عليه احنا في منظومه انتوا عارفين كويس اللي بعد ماتش مننا النادي الاهلي كانت اللجنه برئاسه المهندس فهد المرتجي اللي هي تناقش وتشوف احدث السبل اللي ممكن نتبعها والطرق اللي هي السليمه اللي احنا نؤدي بيها لرجعه لعوده الجماهير للمدرجات مره ثانيه، ومع ضمان التامين الكامل ليهم، ومع ضمان عدم الخروج عن النص وعدم قصد السياسه في الرياضه. ويمكن اللجنه دي نجحت ووصلت للشكل العام النهائي اللي هتعرضه على مجلس الاداره يوم الاربعاء القادم. طبعا الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه ليه تعاون وليه عمل سابق قبل كده، ودي كانت ميزته اللي هو قبل ما يوصل لهذا المنصب تدرج فيه واشتغل في مجالات كتير على اهمها كان رئيس هيئه الاستاد القاهره، فطبعا كان قريب جدا من ملف الجماهير دوت، وهو برضه كان من الناس اللي دايما عنده امل وعنده تفاؤل لوضع الحلول المدة لعوده الجماهير. تمام. طبعا النهارده كان النقاش واضح، وهو الوزير طبعا يعني مشكورا بعد قرار مجلس الاداره ان شاء الله وعرض المهندس خالد المرتجي على العمل اللي قامت بيه لجنته على مجلس الاداره واعتماده بشكل رسمي، هيبدا يعرضه مع الاستاذ الوزير، وهو رحب جدا ان هو هيشوف تجربه النادي الاهلي وهنبدا نتحرك في هذا الملف بشكل كويس، وهيبدا يشوف بعد كده النجاح تجربه النادي الاهلي هتبدا تعمم على الانديه، وهيشوف الانديه الاخرى برضه شغاله ازاي. هي الانديه الجماهيريه الشعبيه اللي يهمها عوده جماهيرها، ايه الاساليب المطروحه، وهنشوف الاليه المضبوطه بحيث ان احنا نرجع مش عايزين ناخد الخطوه، ودي كلمه بصراحه ربنا الراجل قالها وكلنا متفقين معاه، مش عايزين ناخد خطوه نفضل نرجع فيها كل شويه نفضل طفل، احنا عايزين ناخد خطوه اللي هننطبق بيها بشكل جيد يكون فيها عوده الجماهير على المستوى الرياضيات كلها. بقى ماشي الكوره بس خلي بالك النهارده بقى في جمهور الكوره طبعا نمره واحد، بقى في جمهور الاستادات والملاعب بقى مهتمين جدا بموضوع الاستادات، فاحنا عايزين بقى ناخد الخطوه اللي هتخلي الجماهير تتحرك بشكل عام على مستوى وما نرجعش للصفر بقى، فربنا يسهل. وطبعا هيبقى مطلوب ده تعاون الجماهير، وازاي هيعمل هو حمله توعيه وحمله اعلانيه كبيره جدا جدا لشبابنا واولادنا وجماهيرنا، بحيث ان احنا بقى ما نرجعش تاني، لا عايزين نبدا ونكمل باذن الله الخطوه بتاعتنا على طول. وطبعا ده برضه ان شاء الله بالنسبه للدوري وبالنسبه للماتشات المحليه، اما بالنسبه لافريقيا فاحنا تطرقنا ان احنا طبعا انت عارف افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي مهمه جدا والهدف الاساسي لينا، فتطرقنا ان احنا عايزين ماتش بتوانا يوم 17 يتلعب في القاهره، والدكتور اشرف صبحي رحب وهيحاول بشتى الطرق برضه مع الاجهزه المعنيه ان احنا نحاول نلعب في القاهره ان شاء الله بإذن. يعني في وعد يا ست العميد ان المباراه تكون في القاهره باذن الله؟ بص ما فيش حد يعني ما فيش حد، انت النهارده الناس كلها وكل مؤسسات الدوله عايزه الجماهير ترجع تاني وعايزه الجماهير. انا عارف ان حضرتك بتحارب على الملف ده تحديدا. ما فيش حد بيقول لنا لا، صراحه كله بيتحرك، بس اهم حاجه احنا الضمانات والهيئه بتحافظ على سلامه الجمهور، وفي نفس الوقت مع عدم خروج عن النص. احنا شايفين النهارده المجتمع المصري بيتحرك بشكل كويس على جميع الملفات، فلازم النهارده يبقى الناس كلها كل واحد في مكانه بيتحمل المسؤوليه، وكل واحد في مكانه بيأدي دوره المطلوب لجهه بلده وصالح بلده، فربنا يسهل ان شاء الله باذن الله. يا رب. بسأل برضو حضرتك عن اجتماع الكابتن الخطيب مع اللجنه العليا للجان. طبعا احنا رجعنا من الاجتماع السيد الوزير في مجموعه اجتماعات كده احنا مجهزينها بقى لنا فتره
انت عارف يا كابتن ميدو احنا خلصنا الفتره اللي فاتت احنا مجلس استلم من بدايه من 31 من 1/12 يعني الحاجه بتتكلم في مده 6 شهور. تقريبا النهارده بقى في كشف حساب رئيس النادي عنده دلوقتي بيحط ايده بيتولى كل الملفات بشكل كويس جدا، وخصوصا بعد ما انت ابتديت ترتب الجيش بتاعك الداخلي. يمكن الناس في كتير مش حاسين بالاعمال اللي بتحصل. احنا واحنا بنتابع برنامج الانتخابي بتاع عائله النادي الاهلي اكتشفنا ان احنا ابتدينا في مراحل 60% من المراحل اللي احنا قلناها ابتدينا فيها. لو احنا نراجعها بدايه من مرحله الانشاءات احنا ابتدينا فعلا على مستوى مدينه نصر في مناطق جلوس الاعضاء اللي احنا وعدنا بيها وشغالين بيها. يمكن الفتره بس اللي فاتت كان عشان فتره رمضان واجازه العيد الناس ما كانتش حاسه، لكن دلوقتي في الوقت الحالي في شغل على مدار ال 24 ساعه شغال. منطقة الترفيهية حمام السباحة في مدينة نصر بنشتغل فيها، الصالة المغطاة بتاعت كرة التكييف هبتدي نشتغل فيها، الكلام ده كله في جدول زمني الكابتن حاطه للمستشار الهندسي، وفي نفس الوقت لجهاز المشروعات والقوات المسلحة احنا هنتعامل معاه بحيث ان احنا هنبدا في خلال شهر 8 باذن الله وشهر 9 وشهر 10 نبدا نشوف حاجات واضحة ونبدا نستلم بالفعل اعمال تمت ومشروعات اساسية وعلى راسها الاسوار وبوابات النادي الاهلي. طبعا احنا الكلام ده كله خلي بالك برنامج عائله الاهلي ده محطوط على كان يطبق في الاربع سنين. يمكن انا مبسوط وسعيد وبنتابع السوشيال ميديا دايما على المستوى العام، وهي دي بقت وسيله سريعه جدا جدا، وده كان الهدف بتاع الكابتن الخطيب اللي كان اول حاجه العنوان بتاعه الاداره المحترفه. فهو كابتن اعتمد سواء في اداره مجلس ادارته العناصر المساعده ليه في اعضاء مجلس الاداره من عناصر الشبابيه، اعتمد في الاداره التنفيذيه عناصر الشبابيه، وفي نفس الوقت استعان بالخبرات عشان يدمج الخبره مع عنصر الشباب من الاعمار السنيه من 35 ل 45. في نفس الوقت اعتمدنا على عناصر الخبره متمثله في تسليه حسن متعود فرع مدينه نصر وتسليه الفيشاوي فرع الشيخ زايد مع ادارات تنفيذيه سنها صغير على مستوى الاجهزه الفنيه للنشاط الرياضي نفس الكلام. النهارده تعالى اتفرج برضه على الملف بتاع قطاع كره القدم هتلاقي نفس الكلام بدعم دفع مدربين وشباب جداد في كلهم اسماء كبيره عمالقه في قطاع الناشئين كره القدم، ولكن اعمار سنها الناس صغيره. استاذ كابتن فتحي مبروك، اكاديميه الكوره كابتن خالد سيبو، الجهاز الفني ربنا الحمد لله اكرمنا المدير الفني وكابتن محمد يوسف ربنا يوفقهم. فطبعا انت كان كل ده الفتره اللي فاتت ترتيبات من الداخل بعد ما خلصت النشاط الرياضي هذه الكوره ابتدينا النهارده بنشوف بقى ايه اللي هيمثل اعضاء العضو والجمعيه العموميه وازاي احنا بننفذ البرنامج. لو انت شفت احنا كنا حاطين من ضمن البرنامج الكشف الطبي الدوري على اعضاء النادي الاهلي اكيد تمام خطوات جديه فيها مع الدكتور محمد شوقي السلام الطبيه تطوير العيادات، وده بيتم فعلا دلوقتي في الوقت الحالي هنستلمه برضه خلال الشهر القادم سواء كبيره او مدينه نصر او الشيخ زايد. توفير وحدات علاج طبيعي ده تم في نادي اهلي الجزيره، وبرضه في الشيخ زايد اخذت تمام من الدكتور محمد شوقي اليوم النهارده الاجهزه تمت بالكامل والوحده العلاج الطبيعي جاهزه، وهنعتمد الهيكله بكره يوم الاربعاء في مجلس اداره النادي الاهلي اللي قدمها بحيث كده تبقى وحده العلاج الطبيعي في الشيخ زايد جاهزه عشان خاطر هتبقى دعم لاعضاء الجمعيه العموميه. فانت بتتحرك في كل حته بشكل الحمد لله رب العالمين كويس، بس الفتره اللي جايه هنشوف اليه التواصل ازاي اعضاء النادي الاهلي فعلا بيبتدوا يشعروا بالتحركات اللي بتحصل. طبعا على مستوى التوازن انا بكلمك ده في اطار المشروعات الكبيره على التوازن انت شغال صيانه يوميا، الاداره التنفيذيه شغاله صيانه يوميا، احنا بكره عندنا ان شاء الله تواجد في مدينه نصر لان هو الكابتن الخطيب طبعا عايز زيارات كل 10 ايام ميدانيه على الاعمال الانشائيه اللي بتحصل، وفي نفس الوقت في تواجد على مستوى الثلاث فروع. يعني انت النهارده كابتن الخطيب راجع اعمل اجتماع مع اللجان المتخصصه اللجنه العليا ودورها، ودي برضو نفس القصه خلي بالك اللجان الخدميه دي اول مره النادي الاهلي تعمل لجنه عليا. هذه اللجنه العليا دورها الربط بين الاداره التنفيذيه والمكتب التنفيذي وبين اللجان المتخصصه، احنا عندنا 13 لجنه. طبعا هذه اللجنه العليا لما تم تشكيلها برئاسه الاستاذ محمد يوسف والاعضاء اللي معاه اعضاء النادي الكرام، طبعا اللجنه اتشكلت عملت انترفيوهات على مستوى الثلاث فروع والحمد لله تقدم بيها اكثر من 480 عضو. يمكن في اعضاء في الجمعيه العموميه زعلانين اللي هو ما ضموش، لكن احنا بنقول الناس كلها احنا ودنا كتخطيط بدا تعليمات النهارده للجان كلها يوسعوا الدايره بتاعتهم. احنا مش هنقتصر على ال10 فقط لا غير، ال10 دول دول القوام الاساسي، ولكن لازم يبقى في ناس مشاركين، وابتدى يجي لي فعلا استثناءات لجنه المراه ناس كتير قاعده تضم ليها لجنه الرحلات اللجنه الدينامو الاساسي، وده اللي راي كابتن الخطيب وراي اعضاء مجلس الاداره
واللي الناس ابتدت تحضر فيها لجنه الشباب، وهو وصف كويس قوي النهارده لجنه الشباب ازاي انتوا الكوادر اللي هتحمل وهتكمل المسيره النادي الاهلي، وقال لهم علي سقف الطموح بتاعكم الاداره التنفيذيه، علي سقف الطموح بتاعكم ازاي تخش مجلس الاداره، وازاي يبقى في شباب النادي الاهلي جاهز اللي هو يتولى رئاسه مجلس الاداره النادي الاهلي. وده الرساله اللي وجهها كابتن خطيب لجنه الشباب. انت يمكن متابع معانا الفتره اللي فاتت، اكيد اكيد نشاطها عامل ازاي، لجنه المراه نشاطها عامل ازاي، لجنه الرحلات نشاطها عامل ازاي، والنهارده حتى الاستاذ محمد سمير قدم تقرير احنا كلنا شفناه بشكل كويس جدا، ازاي انت النهارده عملت رحلات من ساعه ما استلمت في حجزت كام ليله على مستوى الرحلات بتاعتك ادوم بشكل احترافي جدا هيعلن عليه بكره ان شاء الله بعد اجتماعنا معاهم. فانت النهارده في حركه، بس يعني في ناس الحمد لله رب العالمين متابعين، في ناس مش عارفين لسه نوصل لها، فاحنا بنحاول نوصل لكل اعضاء الجمعيه العموميه. متابعين الشكاوي كويس قوي قوي على السوشيال ميديا، بنشوف فعلا الشكاوي الفعليه بنتحرك عليها بشكل سريع جدا جدا. في تقييم للاداره التنفيذيه، في تقييم للجان. كابتن خطيب يعني شعاره المقصر ما فيش ليه وجود مكان معانا، اللي بيحب النادي الاهلي وبيخدمه وهيستحمل الريتم السريع، خلي بالك بقى في ريتم سريع جدا جدا جدا, جداً, جداً واضح واضح بصراحه. وفي مجهود هنتحرك فيه، يعني النهارده رئيس النادي اجتماع مع اللجان، نائب رئيس النادي اجتماع مع استاذ عامر فاروق، اجتماع مع لائحه النشاط الرياضي لاستكمالها اللائحه الماليه عشان تطور ازاي تطور المدرب بتاعك، وازاي برضه الظروف الاقتصاديه النهارده تساعد المدرب عشان تاخد منه افضل نتيجه. اكيد اكيد يا كابتن. المهندس فهد مرتجي قاعد في اتحاد الكوره بالظبط بالظبط عشان خاطر الدوري وعشان خاطر افريقيا. الاستاذ فهد الدرنتري قاعد مع الاداره المالكيه عشان خاطر يشوف ازاي انت النهارده من الصندوق هتوفر السيوله وتوفر الماده وتدير الراس المال النادي الاهلي سواء ايراداته او مصروفاته لخدمه الجمعيه العموميه وخدمه اعضاء الجمعيه العموميه. الاعضاء المجلس الاداره الباقيين متوزعين على مستوى الفروع بيتابعوا المشاكل. فعشان بس عايز اوصل السوشيال ميديا النهارده الحمد لله احنا متابعينها كويس جدا جدا جدا، وبنشوف السلبيات اللي عندنا بنحاول نحلها بطريقه سريعه، والناس هتحس الفتره اللي جايه بعد ترتيب البيت من الداخل خلال الست شهور اللي فاتوا دول، هنبدا نتحرك بقى الست شهور اللي جايين ان شاء الله تقييم كامل وشامل عشان يبقى في كشف حساب بشكل محترم. وانا عايز اطمن الناس كلها احنا بنحاسب نفسينا، كابتن خطيب ومجلس ادارته اللي بيحب النادي الاهلي بيحاسب نفسه قبل ما بيحاسب الناس او قبل ما يقول احنا عملنا ايه، شوف احنا مقصرين في ايه دايما وبنحاول نتحرك عليه، وربنا يسهل دعواتكم معانا ان شاء الله. يعني يا كابتن محمد دايما بقول ودي حقيقه، ودي حقيقه يعني الحمد لله انا ما بقولش الحاجه اللي انا ببقى شايفها بعناية والناس كلها حاساها، الناس كلها شغاله على قدم وساق، كل الجماهير الاهلاويه كلها ثقه في مجلس الكابتن محمود الخطيب والكابتن الخطيب نفسه وكل اللي شغالين في النادي الاهلي، واكيد حضراتكم دايما بتبقوا عند الثقه دي ومحل ثقه في كل الاوقات. كابتن محمد مرجان مدير تنفيذ النادي الاهلي، شكرا جدا جدا على هذه المداخله وهذه التوضيحات وكل النجاحات في الفتره القليله المقبله باذن الله. بصراحه كلام رائع، يعني كلام رائع. تسالني عن اتحاد الكوره واللجنه، يعني اتفضل. هو العميد محمد مرجان خد وقت طويل معانا بس وقت كان مفيد بصراحه، فاتفضل قول لي في عجاله رايك. طبعا ده شيء كويس، يعني ان يبقى في لجنه من الجهاز المركزي المحاسبات برعايه من وزاره الشباب والرياضه تروح تتقصى الحقائق حول ما اسير في الفتره الاخيره خاصه بعد الخروج من المونديال، مؤسف من المونديال. اعتقد ان ده شيء جيد جدا وشيء مهم جدا انه يتم ويتم بسرعه، عشان يعني لو في ثبت ان في اي شبهه او اي مخالفات ماليه يتم محاسبه المسؤولين عن ده، ولو ما فيش يبقى بنبرأ ساحه الناس دي ماشي، لان الاتهامات زادت جدا في الفتره الاخيره خاصه بعد الاخفاق والخروج المؤسف من المونديال. هم حتى قد يكون هناك يعني يجب ان نكون متفقين في خلل اداري، اداره البعثه، في اداره المنتخب، في اداره معسكر المنتخب، في بعض الخلل وشفناه ده واضح جدا، اللي هو خاصه ما اثير داخل ملعب تدريب قبل مباراه روسيا، وبعض الكلام اللي اتقال في الفندق. طبعا كان في صور مبالغ فيها اترفعت على الفيس، دي كانت موجوده ايام قبل كده برج العرب ومباراتي كونغو غانا والكلام ده كله، فنانين والكلام ده. لكن في اخفاق وفي خلل اداري تم، يجب محاسبه المسؤولين عن دوت، خاصه وان الراي العام
ثائر جدا بعد الاداء الهزيل. يعني كان ممكن المنتخب يبقى شكله حلو، لكن للاسف شديد لا فنيا ولا اداريا كان كويس. احنا نبقى لنا لقاءات ثانيه معاك ان شاء الله. ان شاء الله. ولا ايه رايك؟ لا تحت امرك. تحت امرك. ربنا يخليك يا شيخ، نورتني وشرفتني. تحت امرك. تحت امرك. دايما بتشرفني كده و... تحت امرك يا حبيبي. شكرا سعد بلقائك. لا لا اسعد، لا اسعد يا حبيبي. وقتنا بيخلص معاكم بسرعه، اعتقد ان احنا غطينا معظم الاحداث اللي حصلت على الساحه الرياضيه، وكمان غطينا اخبار النادي الاهلي، ختمناها بمكالمه سياده العميد او كابتن محمد مركان مدير تنفيذ النادي الاهلي، مكالمه ولا اروع اتكلم فيها بمنتهى الشفافيه. دايما بتشرفوني وبتنوروني، والتقوا بيكم ان شاء الله في القريب العاجل. مع الف سلامه.